نقطة نظام أو نحاول يبقى عندنا شوية نظام. مباراة مصر أمام كوريا الجنوبية لازم نظهر فيها بشكل محترم، وده الأهم. أجواء مشحونة، أجواء فيها حاجات كتير غلط، بس دلوقتي كلنا نساند وندعم منتخبنا، لاعبين وجهاز فني في مباراة ودية قوية ما تحتملش أبداً أن نظهر فيها بشكل غير مشرف. حط رأيك في إيهاب جلال على جنب ومستقبله مع المنتخب على جنب، حتى لو رئيس اتحاد الكرة ما عملش كده. منتخب كوريا الجنوبية منتخب قوي ووصل لكأس العالم وهيخش المباراة دي وأهدافه فيها ربما تكون أكتر منك بكتير، بس لاعبتنا ما ينسوش أبداً أنهم لابسين تيشيرت عليه علم مصر وبيلعبوا باسم بلدهم مش اسم مدربهم. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. نهدى شويه، ناخد نفسنا شويه من حاله الضوضاء اللي بتحصل دي، من اللخبطه اللي بتحصل دي، اللخبطه اللي احنا قلنا امبارح عليها انها عاديه وواخدين عليها. نهدى شويه ليه؟ منتخب مصر عنده مباراه مهمه وقويه قدام منتخب كوريا الجنوبيه. صحيح هي مباراه وديه، بس احنا بنلعب مع منتخب اسيوي كبير وصل لكأس العالم 2022، داخل هذه المباراة بمنتهى القوة عشان خاطر يظهر قدراته الفنية قبل كأس العالم، بيجرب قدام منتخب مصر، عايز يظهر كويس قدام منتخب مصر، وبالتالي احنا كمان لازم ولا بد ان احنا نظهر بشكل كويس. اللاعبين ياخدوا بالهم ان اللي بيحصل مع الكابتن ايهاب جلال او الوضع بالنسبه للكابتن ايهاب جلال او مصير الكابتن ايهاب جلال ده على جنب، بس هم بيلعبوا باسم مصر يبقى عندهم تركيز، مش عارفين مدرب قاعد ولا ماشي، بس هم في الملعب عندهم 90 دقيقه يلعبوها برجوله وباحترام باسم منتخب مصر، مش مجرد مباراه وديه وخلاص. المباراه الوديه دي لا قدر الله لو حصل فيها نتيجه كبيره ما بقتش مباراه وديه بالنسبه لنا، احنا اتهزمنا نتيجه كبيره. فنركز ونلعب مباراة محترمة. مباراة محترمة أقصد بيها إيه؟ إن أنت ممكن تكسب، ممكن تتعادل، وممكن تخسر، طبيعي، بس تلعب مباراة محترمة فيها تركيز وفيها إثبات للنفس. أنت كلاعب مصري عايز تثبت إن أنا لاعب كويس، والجهاز الفني أكيد عايز يثبت كمان إن هو جهاز فني محترم. تعالوا نطمن على بعثة منتخبنا الوطني في كوريا الجنوبية قبل ما نتكلم عن أي شيء مع ناقدنا الرياضي المحترم حاتم رضا. حاتم صباح الفل عليك، عارف انك دلوقتي الصبح بدري في كوريا، صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل عليك يا كريم، صباح الفل عليك وتحياتي ليك وتحياتي كل متابعي برنامجك الجميل، وشكرا على المقدمه الجميله دي. شرف ليا تواجدك معايا. قول لي يا حاتم، الوضع هناك دلوقتي عامل ازاي مع كل التوتر اللي احنا عايشين فيه؟ اللعيبه مركزه، الجهاز الفني مركز، ولا طبعا الاجواء اللي احنا عايشينها دي ممكن تكون مأثره عليهم بعض الشيء؟ والله يا كريم، يعني انت طبعا عارف ان الكابتن ايهاب جلال شخصيه طبعا محترمه جدا وشخصيه يعني راقيه وملتزمه جدا، بالتاكيد وصلوا الكلام اللي دار في مصر خلال الساعات الاخيره، لكن الراجل سريعا يعني استطاع ان هو يقطع الشك باليقين ويتحدث مع الكابتن محمد بركات تحديدا اللي هو المرافق للبعثه مع الاستاذ خالد الزرندلي رئيس البعثه، ويتحدث عن الامر اللي تم طبعا تداوله خلال الساعات الاخيره عن طريق السوشيال ميديا او بعض البرامج.
لكن طبعا الكابتن محمد بركات اكد له انه مفيش اي قرار اتاخد من مجلس اداره اتحاد الكوره بشان موقفه مع منتخب مصر، وانه ما تم اعلانه او ما تم اتفاق عليه في الاجتماع الطارئ لاتحاد الكوره عقب مباراه اثيوبيا انه هيكون في اجتماع اخر او ان الاجتماع ممتد لغايه يوم الخميس المقبل عقب عوده الاستاذ خالد الرمداني والكابتن بركات من والمنتخب كله ان شاء الله صباح الاربعاء، وهيتم بعدها بقى تقييم الموقف بشكل كامل ويعني الاستماع لكل المقترحات وفي ضوء طبعا ما تسفر عنه مباراه كوريا، وان طبعا يعني اتحاد الكوره وكل اعضاء بيدعموا الكابتن ايهاب جلال قبل مباراه كوريا المرتقبه، خاصه طبعا انه المباراه ديت زي ما انت قلت في المقدمه يا كابتن كريم انه هي ما اصبحتش مباراه وديه بقدر ما هي اصبحت مباراه لابد ان احنا ندافع فيها عن سمعه منتخب مصر ونظهر انه منتخب مصر منتخب كبير ومنتخب محترم ويستحق كل الاحترام، وانه ان شاء الله منتخب مصر واللاعبين زي ما اللاعبين تعهدت يستطيعوا انهم يقدموا مباراه كبيره قدام كوريا ويقدموا فيها الروح ويظهروا بها بشكل يعني ويظهروا فيها الاصرار والروح ان هم يقدموا مستوى كبير، وان شاء الله النتيجه تكون يعني متساويه مع الاداء او ان شاء الله ممكن نتيجه ايجابيه، لكن طبعا انت عارف منتخب كوريا منتخب كبير بيعمل معسكر خلال التوقف ده مع ثلاث منتخبات او لعب ثلاث ماتشات وديه مع منتخبات البرازيل وباراجواي وتشيلي، ويعني عايز اقول لك ان اخر مباراه وديه لعبها مع تشيلي كان بيلعب بالاحتياطيين او البدلاء، وانه يعني يفضل ان هو يريح الاساسيين عشان يلعبوا مباراه منتخب مصر، وده طبعا يعني برضه ضمنيا كده بيعكس انه حاله التركيز والاهتمام اللي هم بيكنوها لمنتخب مصر والمباراه دي، لان طبعا شايفين منتخب مصر ده احد المنتخبات الكبيره في افريقيا وزعيم افريقيا واكثر منتخب لا والدليل في والدليل مبارك. والدليل انت ذاكر المباراه خلصت يعني المدرجات بكره هتبقى ممتلئه عن اخرها يعني. انت كده يا كابتن كريم زي ما بقول لحضرتك انه سفير مصر في كوريا الجنوبيه هنا بيقاتل عشان يوفر بعض التذاكر لبعض الجاليات وبعض يعني الناس اللي عايزين يحضروا المباراه، لكن في حاله يعني رفض او يعني في صعوبه قويه جامده جدا من او في يعني تشدد قوي جدا من جانب الاتحاد الكوري، لانه فعلا في اقبال يعني منقطع النظير عن المباراه، لان التذاكر خلصت حتى الدعوات والحاجات دي كلها تم خلصت ونفذت يعني، وسفير مصر حاليا بيتواصل مع الاتحاد المصري لكره القدم عشان ياخد بين حصته، فده طبعا بيعكس انه المباراه يعني فيها اهتمام كبير جدا ويعني طيب حاتم عايز اسالك على حاله اللاعبين بقى تركيز اللاعبين، هو الوضع اكيد كله واصل للاعبين والجهاز الفني، انت اتكلمت معايا عن الجهاز الفني وحاله الجهاز الفني دلوقتي، لكن اللاعبين مركزين ولا حاسين ان هم تايهين ولا حاسين ان المدير الفني اللي معاهم ده ممكن ما يكملش فتركيزهم يقل اكتر، الوضع ايه بالنسبه للاعبين؟ والله شوف طبعا بالتاكيد طبعا مباراه اثيوبيا واتواضعها منعكسه جدا بشكل قوي جدا على اللاعبين، بالتاكيد كان يوم حزين على الكره المصريه وكان فيه يعني هجوم ويعني انتقادات قويه جدا للاعبين والجهاز الفني، لكن يعني في المقابل برضو يعني اللاعبين الكبار في الفريق زي محمد الشناوي زي عمرو سوليه قفشه المجموعه دي استطاعت ان هي تلم اللاعبين ويقعدوا مع بعض ويعني يتعهدوا انه ان شاء الله يعني لازم يقدموا مباراه كبيره جدا امام كوريا ويستطيعوا ما يردوا ويعيدوا سمعه الكره المصريه بشكل محترم، كمان كان في برضه يعني تعهد بين اللاعبين ان هم يصالحوا او يردوا اعتبار الكابتن ايهاب جلال برضه، لانه الراجل يعني نقدر نقول ان هو لم يتم يعني او صعب تقييمه في مباراتين في ظل دي الوقت والغيابات، انا خلينا برضه نعترف ان الكابتن ايهاب جلال بيواجه سوء حظ في بدايه مع منتخب مصر من حيث الغيابات وعدد الاصابات، يعني يكفي ان هو بيلعب مباراه كبيره زي مباراه كوريا في وجود 9 غيابات عن التشكيل الاساسي، لكن يعني عايز اقول لك انه يعني اللعيبه بشكل كبير قدروا ان هم يتخلصوا من توابع مباراه اثيوبيا وكل التركيز منصب على مباراه كوريا طبعا. ان شاء الله طيب. يعني هم حاتم هل كان في اي استياء من الكابتن ايهاب جلال بالنسبه لتصريحات الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره امس؟ والله يعني مش استياء بقدر ما هو كان عايز الراجل عايز يعرف يعني صحه الكلام اللي بيتقال،
وزي ما قلت لك هو يعني على طول تحدث مع كابتن بركات، والراجل يعني وضح له الصوره تماما وقال له انه بالتاكيد في حاله من يعني الاستياء او في حاله من يعني عدم الرضا عن مباراه منتخب مصر واثيوبيا، خاصه طبعا انت عارف انه كانت مباراه من المهم جدا احنا نفوز بها ونحصد اول 6 نقاط في بدايه المشوار، لكن طبعا انت عارف الشارع المصري والموجه او هوجه الغضب اللي صاحبه المنتخب عشان الاداء والشكل الغير مرضي، لكن الراجل تفهم الامر. وعايز اقول لك انه زي ما قلت لك ان كابتن ايهاب جلال شخصيه محترمه وشخصيه وطنيه. طيب بشكل حاتم، هل في قال مطروح، عشان بعض الناس طرحوا هذا الامر النهارده، هل مطروح ان الكابتن ايهاب جلال هو اللي يتقدم باستقالته بعد مباراه كوريا الجنوبيه مش يتم اقالته؟ والله شوف يا كريم، المعلومه اللي عندي في هذا الشأن انه ان شاء الله اذا منتخب مصر قدم مستوى جيد وقدم ووصل ان هو يحقق نتيجه ايجابيه مع منتخب كوريا، اعتقد انه كابتن ايهاب جلال بنسبه كبيره جدا جدا كمل مع منتخب مصر، وان شاء الله تمشي الامور بشكل يعني مستقر، وكابتن ايهاب جلال يقود تجربه يعني يستكمل تجربته مع منتخب مصر. لكن اذا لا قدر الله حصل خساره فاعتقد انه هتكون رغبه الطرفين متلاقيه، وهي يعني التغيير في الفتره المقبله في منتخب مصر. الزميل العزيز حاتم رضا، قبل ما اختم معاك عايز اسالك على التشكيل المتوقع لهذه المواجهه ان شاء الله. والله بص، هو يعني لسه ما يقدرش فاكرين كريم نحسم الموضوع دوت، لانه منتخب مصر النهارده يعني خط تمرين كده يعني لمده 45 دقيقه تقريبا، ما شفناش تقسيمه او يعني كان كلها حاجات اطالات وفك عضلات وكده. طبعا كان في رحله سفر طويله جدا النهارده، وصلت مثلا او يعني استغرقت 11 او 12 ساعه تقريبا سفر، وبالتالي لسه التشكيل ما وضحش، لكن المؤكد انه محمود علاء مدافع منتخب مصر لن يلحق بمباراه اثيوبيا بمباراه كوريا عفوا، لانه بيعاني من كدمه وغاب عن التمرين كاملا، وبالتالي اصبح يعني غيابه مؤكد. لكن طبعا اكيد الكابتن ايهاب جلال هيركز ان هو يرفع بيه اصحاب الخبره و اللاعبين الاساسيين في منتخب مصر، زي يعني اعتقد محمد الشناوي هيعود للتشكيل الاساسي، في الشناوي وياسر ابراهيم بكره في الدفاع، يعني هناك بعض المراكز المحسومه، لكن طبعا اكيد في غيابات وفي تفكير في البدلاء او في التغييرات اللي او بعض اللاعبين اللي هيشاركوا بتعويض الغيابات، لكن ده ما وضحش، ربما ان شاء الله يتضح بس في تمرين اليوم الاخير على استاد كاس العالم سول اللي بيستضيفه مباراه، وان شاء الله يكون لنا مداخله ثانيه ان شاء الله، ويكون الامور واضحه اكثر من كده، ونستقر او الكابتن يستقر على التشكيل، ونقدر ان شاء الله ان احنا يعني ننقله لوسائل الاعلام في مصر ان شاء الله. الزميل العزيز حاتم رضا ناقد رياضي العزيز من كوريا الجنوبيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه المعلومات. طيب واحده واحده بقى، واحده واحده. امبارح في وسط كلامي اكدت على حاجه مهمه جدا وحابب اكد عليها النهارده لزياده التاكيد. خلونا هاديين في انتقادنا، خلونا هاديين في قراراتنا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ممكن يبقى عندنا تحفظ على الكابتن ايهاب جلال، ممكن يبقى عندنا تحفظ اصلا على فكره تولي الكابتن ايهاب جلال مسؤوليه المنتخب الوطني، ممكن نكون اكتشفنا احنا، مش المفروض اتحاد الكوره، احنا اللي اكتشفنا ربما بعضنا ان الكابتن ايهاب جلال مش مرحلته دي، وركز في الكلمات، مش مرحلته دي. ده معناه ايه؟ معناه انه لا تقليل ابدا من قيمه الرجل، ولا يصح ابدا التقليل من قيمة الكابتن إيهاب جلال. ما ينفعش من يومين ثلاثة نكون بنقول عليه إنه مدرب محترم ومدرب كبير واسم ورقم مهم جدا في الدوري المصري، والفرق تتهافت عليه وتتفاوض على الكابتن إيهاب جلال عشان هو اسم كبير موجود في الكرة المصرية، ومن أول ماتشين نقول لا أصل مدرب سيء، مدرب مش جيد، مدرب ما بيعرفش يدرب، مدرب. ما ينفعش نبقى في أقصى اليمين ثم نذهب إلى أقصى اليسار بجرة ألم. ما ينفعش، يبقى احنا حتى متناقضين مع نفسنا. بس سهل او ممكن تقول هو مدرب كويس، بس المرحله الصعبه دي والتشكيله الحاليه لمنتخب مصر او مجموعه اللاعبين اللي موجودين في الكره المصريه ممكن الكابتن ايهاب جلال ما ينفعش معاهم. اكتشفنا ده من مباراتين، ممكن، وارد وارد، حتى لو يعني اختلفنا انا وانت، بس وارد انك تفكر كده. ماشي، ممكن تقول والله كابتن ايهاب جلال عشان طريقه لعبه محتاجه تحفيز كتير واسلوبه محتاج تحفيز كتير وخلافه، فمش هيقدر يكمل مع منتخب مصر بالطريقه دي. ماشي،
ماشي كله يعدي، اي حاجه تعدي، بس الناس اللي تطلع لا لا ما بيعرفش يدرب، وانتوا جبتوه على اساس ايه؟ ده اصلا ما ملوش في الكوره، اصل ده ما بيعرفش يهاجم، اصل ما بيعرفش يدافع، اصل ما بيعرفش يختار لاعبين، اصل ما بيعرفش يعمل ايه؟ وكان الراجل بادئ تدريب النهارده او امبارح. لا بقاله زمن بيدرب، بقاله زمن عنده بصمات ونجاحات. بالراحه. بالراحه بس حتى من منطق الانسانيه، شوف بقى مش من منطق الامور الفنيه، من منطق الانسانيه، هو بني ادم زيه زينا يعني. مش نخلص. خلص عليه راجل كمل ربنا يكرمه، الراجل مشي يعني خلاص، هي تجربة قصيرة وعدت، نفضل نحترم الراجل، نقدر الراجل، نتعامل معه باحترام، نتحدث باحترام ببساطة شديدة. ليه؟ احنا نتحدث عن بني آدم. شو بقى مش بكلمك دلوقتي عشان ما تجيش تقول لي هو انت شايفه مدرب كويس، هو انت شايفه مدرب مش بني آدم. نتعامل مع الإنسان بإنسانية، ألف بيه يعني، ألف بيه الخلق يعني، نتعامل بهذه الأمور. دي نقطة. النهاردة بمناسبة ده يعني لاعبي منتخب مصر أو معظم لاعبي منتخب مصر بدأوا ينشروا صور دعم للكابتن إيهاب جلال، يكتبوا كلام دعم للكابتن إيهاب جلال، احتراما للكابتن إيهاب جلال. وعلى فكرة هو عنده ميزة عبقرية، كل اللاعبين يحترمون الكابتن إيهاب جلال، هو شخص مهذب، شخص محترم، شخص عنده كورة. بس هي الظروف، الظروف بتاعت الكوره، والكلام اللي انا قلت لكم عليه امبارح واللي هتكلم فيه النهارده كتير جدا مع ضيفي العزيز الاسم الكبير الناقد الرياضي الكبير الكابتن او الاستاذ حسن المستكاوي، نتحدث معه عن كثير من هذه الامور ما يخص منظومه الكوره في مصر. وقلت لكم امبارح ان الحكايه مش مدير فني ولاعبين، الحكايه اكبر بكتير، ما ينفعش نلخصها في شخص واحد، ما ينفعش ابدا، عشان هو بكره الكابتن ايهاب جلال ما يمشي النهارده، بكره بعده، السنه الجايه هيمشي، هيجي غيره، هنقول لا نمشيه عشان احنا لسه منتخب مصر مش كويس؟ لا، لازم نغير المنظومه، لازم نعدل في المنظومه. اللي قدامكم دي تويتت محمود تريزيجيه كاتب فيها ادعم كابتن ايهاب جلال الرجل الخلوق المحترم، ليا الشرف دائما اني اتدرب مع مدرب كبير زي حضرتك. وكتير بقى من اللاعبين قفشه كمان، واحمد الشيخ النهارده كمان بعد مباراه مصر على طول كتب حاجه عن الكابتن ايهاب جلال. الجميع يحترم الكابتن ايهاب جلال، وهو فعلا شخص يعني جدير بالاحترام، زي ما قلت لكم يقعد يمشي، نتفق نختلف عليه بس نتعامل باحترام. بس لا، لما اقول لك تتعامل مع شخص باحترام، انا كده مش بقول لك تعمل حاجه زياده، هو الطبيعي ان احنا نتعامل مع كل الناس في حياتنا باحترام. هو حتى هذه اللحظه المدير الفني لمنتخب مصر، فوجب احترامه، وجب احترامه حتى لو رحل غدا، يبقى الاحترام بيننا ببساطة شديدة. ده الكابتن إيهاب جلال. نرجع تاني لمباراة كوريا. كوريا عندها منتخب محترم، معظمه لاعبين بيلعبوا في كوريا الجنوبية وفي اليابان جنبهم، وعندهم طبعا سون هداف الدوري الإنجليزي مع محمد صلاح السنة دي لاعب توتنهام، عندهم لاعبين كويسين، لاعبين عندهم مهارات وسرعه كعاده الفرق الاسيويه. بس المهم نبقى احنا جاهزين، نغمض عينينا بقى على كل اللي بيحصل ده، نسد ودنا على كل اللي بيتقال، ما نفكرش في المباراه الماضيه اللي حصل واللي حصل فيها، خلاص خلصت، احنا لن نتحمل اي شكل سيء تاني، مش هنتحمل، عشان خاطر بلدنا، عشان خاطر منتخب بلدنا، نبقى مركزين وحابين التيشيرت اللي احنا لابسينه. ما تفكروش ابدا كلاعبين انه كابتن ايهاب جلال غالبا مش هيكمل، فانا مش محتاج اثبت نفسي يعني، مش محتاج اوري له نفسي يعني ان انا لعيب جامد، مش محتاج العب مباراه كبيره جدا، ما هو يعني حتى لو ما لعبتش مباراه كبيره ايه اللي هيحصل لي؟ ما انا هخش مع المدرب اللي جاي في المنتخب. لا، اوعى تحسبها كده، اوعى تحسبها كده، وركز وخد بالك انك بتلعب بتيشيرت منتخب مصر، وحط نفسك مكان المشجع مش اللاعب اللي في ارض الملعب. انت كمشجع هتقبل انه في لاعب في منتخب مصر يلعب بقله اهتمام او بقله تركيز؟ انت هتقبل بده؟ مش هتقبل. فتعامل ان انت راجل بقى مصري في ارض الملعب، مش ان انت لاعب هتتحط في خطه عامله ازاي، مين اللي هيدربك، كل ده ما تحطوش في اعتبارك. اللي في اعتبارك بس انك بتمثل بلدك وتلعب مباراه محترمه باذن الله. هو اتحاد الكوره صحيح حتى هذه اللحظه بحسب التضارب اللي حصل في التصريحات امبارح بين رئيس المجلس، مجلس الإدارة وباقي الأعضاء، بس المعلومة
انه اتحاد الكره فعلا بيفاوض البلجيكي بردوم، المدرب البلجيكي ميشيل بردوم، عشان يدرب منتخب مصر خلفا للكابتن ايهاب جلال. وفي حاله تحقيق الكابتن ايهاب جلال الفوز على كوريا الجنوبيه هيستمر مع المنتخب، وهيتم التفاوض مع بردوم لشغل منصب المدير الفني لاتحاد الكره خلفا لفينجادا. يعني لو كسب هيبقى الراجل جاي مدير فني لاتحاد الكوره، خسر بتكلم مع كابتن ايهاب جلال هيجي الراجل يبقى مدير فني للمنتخب المصري. طيب ايه بقى الوضع اللي بيحصل دلوقتي؟ اللخبطه اللي حصلت في التصريحات امبارح، التضارب اللي حصل في التصريحات امبارح، هو وضع الكابتن ايهاب جلال ايه؟ وبصراحه المداخله اللي هاخدها دلوقتي دي هي مهمه بالنسبه لي جدا، عشان الكابتن ايهاب جلال يلعب بثقه في مباراه كوريا الجنوبيه، اللاعبين كمان يبقوا مطمنين، نطمن على منتخبنا بقى بعيد عن كل الحاجات اللي بتحصل اليومين اللي فاتوا دول، عشان زي ما قلت لكم المنتخب يشرفنا قدام كوريا الجنوبيه، واللي يحصل يحصل، احنا بنلعب باسم مصر، مش بنلعب باسم مدرب ولا اسم لاعبين، بنلعب باسم منتخب مصر، باسم التيشيرت او بالعلم اللي موجود على التيشيرت اللي لابسه لاعبي منتخب مصر، وده الاهم بالنسبه لي بصراحه، واهم بالنسبه لنا جميعا الان، واكيد مهم بالنسبه للاستاذ ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. يا فندم صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل طبعا زميل العزيز اللي بعتز بيه دايما زميل الاعلامي كريم رمزي، كل التحيه وكل التقدير لحضرتك ولكل مشاهدينك، وسعيد دايما بوجودي معك. اشكرك يا فندم. طيب انا مش عارف سمعت اللي انا قلته حالا ولا لا، بالنسبه لنا دلوقتي الدعم للكابتن ايهاب جلال وجهازه الفني وكل اللاعبين بعيد عن كل الامور اللي حصلت خلال اليومين اللي فاتوا. مره ثانيه هاكد انه اسيء فهم التصريح اللي خرج بيه بالامس رئيس اتحاد الزمالك علام، اللي كان اكثر الناس حرصا على الكابتن جلال، واكثر الناس حرصا على دعم الكابتن جلال، زي ما المجلس بالكامل وقرارها مره ثانيه بالكامل اختار الكابتن ايهاب جلال عن قناعه، وتم يعني ان هو بقى المصدر او الموجود على مقدمه الجهاز الفني في المنتخب المصري. وكابتن ايهاب جلال اسم كبير، نحن لا نتعامل بالقطعه اطلاقا، وبكررها مره ثانيه ومره ثالثه، احنا مع المدير الفني المصري ومع المدرب المصري اللي حقق انجازات لم تكن لتتحقق في الكره المصريه الا من خلالهم، سواء كان الكابتن محمود الجوهري، سواء كان الكابتن حسن شحاته، من قبلهم طبعا عديد من الاسماء. وبالتالي انا شخصيا بل المجلس بيميل دائما الى المدرب الوطني، واخترنا الكابتن ايهاب جلال عن قناعه كامله، عن قناعه كامله وباجماع اعضاء مجلس الاداره. بكررها مره ثانيه زميلي العزيز، المجلس لا يتعامل بالقطعه اطلاقا، كل الدعم للكابتن ايهاب جلال في مهمته مع المنتخب الوطني. لا ثواني ثواني استاذ ايهاب، بعد اذنك حضرتك دلوقتي بتقول لي المجلس الحالي لا يتعامل بالقطعه مع الكابتن ايهاب جلال او مع اي مدير فني. تمام. هل ده معناه انه لو الكابتن ايهاب جلال خسر مباراه كوريا الجنوبيه هو مكمل مع المنتخب عادي؟ احنا طبعا اعلنا ان في اجتماع مهم جدا لمجلس الاداره يوم الخميس القادم، كل الامور بتناقش على ترابيزه الاجتماعات كما ينبغي. احنا بنشوف تجربه الكابتن ايهاب جلال، ما اقدرش احكم عليها من ماتش رسمي ولا من ماتشين رسميين. مستر كارلوس على الرغم من ان الكل اشاد به بدايته مع بطوله كاس الامم الافريقيه امام المنتخب النيجيري، شفناها كانت عامله ازاي والناس كلها كانت زعلانه. استاذ ايهاب تحملني شويه بس، عشان انا احاول افهم لو تسمح. انت قلت لي ان احنا ما ينفعش نقيمه في مباراتين رسميتين، هينفع نقيمه بعد مباراه كوريا مثلا؟ يعني بعد مباراة يعني كوريا الجنوبية الودية، يعني الاجتماع اللي هيبقى يوم الخميس. أنا مع حضرتك، أنا فاهم يا كريم تمام، أنا مش قصدي مباراة رسمية ومباراة ودية، أنا بتكلم عن إن إحنا لدينا طموح إن الكابتن إيهاب جلال يستطيع إن هو يخطو بمنتخب مصر خطوات كبيرة جدا خلال الفترات القادمة، وإن الإخفاق في مباراة معناه ليس نهاية المطاف. نعم الأداء كان سيء للغاية، كان يوم خارج نطاق من اللاعبين ومن الجهاز الفني، وحضرتك عارف وحضرتك في المجال احيانا الواحد بيبقى شايف قدام كلنا شفناه، واحيانا مدير فني الاوراق كلها بتتلخبط فيه، لكن احنا عندنا ثقه كبيره جدا جدا في الكابتن ايهاب جلال، والا ما كناش اخترنا من البدايه الكابتن ايهاب جلال لقياده اسم كبير وهو منتخب. طيب استاذ ايهاب بعد اذن حضرتك، كل التقدير لكل المدربين الوطنيين والعناصر التدريب الوطنيه، لان المدرب الوطني احنا مهمتنا ان نرتقي بالمدرب الوطني، وزي ما قلنا في خطتنا ان كل موسم ان شاء الله. استاذ ايهاب معايا على الهاتف؟
طيب الذهاب بعد اذن حضرتك. انا دلوقتي لما هطلع اقول انا عندي اجتماع يوم الخميس عشان اقيم الوضع اللي فات ده كله، ما انا كمدير فني وعندي مباراه مهمه قدام كوريا الجنوبيه، هفهم على طول منها ان انا مباراه كوريا دي انا فيها تحت الاختبار، نجحت فيها هكمل، ما نجحتش فيها يوم الخميس هيتم قرار او هيبقى في قرار برحيلي عن المنتخب، مش ده منطقي ولا انا فاهم غلط؟ يعني ايه اللي اوحى ان اجتماع الخميس والتقييم الفني المقصود به الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول فقط؟ احنا عندنا ملفات كتيره جدا لابد ان احنا بندرسها، عندنا اللي كان بينادي بتطوير الحكام، اللي كان بينادي بالمدير الفني للاتحاد عشان يبتدي التخطيط السليم للاتحاد المصري، اللي كان بينادي لجنه خبراء تكون موجوده من الناس المهتمه بشؤون كره القدم والخبراء في كره القدم. الضغط الجماهيري اللي حصل خلال الفتره الماضيه سبحان الله العظيم، انا الواحد بقى محتار، يعني الناس لما جينا كلنا تحدينا وقلنا بكابتن ايهاب جلال الناس كلها قامت، ازاي الكابتن ايهاب جلال؟ اما اسيء فهم تصريح الناس كلها قدمت، وانا معاك ان كابتن ايهاب جلال قيمه كبيره جدا، ولو كان اسيء فهم التصريح هو كلام جارح لا اطلاقا، كابتن ايهاب جلال زي ما باكد لك مره ثانيه وثالثه من القامات الكبيره اللي احنا لازم نحافظ عليها. انا بنشوف الضغط الجماهيري تدعيم للكابتن ايهاب جلال، لازم نقعد معاه، انت لازم تتحمل الضغط الجماهيري، نشوف رؤيته هو ايه للفتره القادمه، ده اللي احنا بنقصده، هيبقى في اجتماع مع الكابتن ايهاب جلال نشوف رؤيته نشوف شغله نشوف تقييمه. طيب استاذ ايهاب، انا لحد دلوقتي كان معايا سياده اللي هو حلم مشهور وحضرتك معايا دلوقتي وسمعت مداخله استاذ جمال علام، مفيش حد بشكل واضح بيقول ان الكابتن ايهاب جلال مكمل لنهايه عقده، مفيش حد بيقولها خالص، هو الموضوع معلق، يعني ما انا نفسي اسمع التصريح ده او اسمع التصريح الثاني اللي هو كابتن ايهاب جلال مش مكمل معانا بعد مباراه كوريا واحنا بنبحث مدربين فعلا اجانب وخلاص، بس يبقى الكلام واضح. حتى هذه اللحظه انا مش قادر امسك حاجه والناس كلها نفس الامر، هو كابتن ايهاب جلال يا جماعه مكمل ولا مش مكمل؟ لو اتحاد الكوره مقرر ان الكابتن ايهاب جلال يكمل يطلع ويقول، وهو صاحب قراره وهو المسؤول عن قراره ببساطه شديده. تمام انا معك، بحث السير الذاتيه زي ما حضرتك قلت، خليني افترض معاك ان كابتن ايهاب جلال رجع وقال يا جماعه انا بعتذر مش هكمل، ده مش وارد؟ وارد وارد، ده امر وارد. وارد. طيب انا في الحاله دي كاتحاد مصر لكره القدم لازم يبقى عندك البديل مباشره ولا لازم اللي انا استنى اضيع وقت وابيع شهر وابيع سنين؟ لازم يبقى عندي البديل مباشره، وبالتالي السير الذاتيه موجوده في الاتحاد المصري لكره القدم منذ فتره. ولما كان الكابتن حازم امام والكابتن بركات في بدايه الامر شايفين ان المدرسه الاجنبيه هي اللي تتولى قياده المنتخب المصري، كان في عديد من السير الذاتيه اللي موجوده مع الكابتن حازم والكابتن محمد بركات، وبالتالي من فتره للثانيه لازم الناس بنجدد في السير الذاتيه دي، نشوف مين اللي ممكن ينضم، مين اللي ممكن يستبعد، وبالتالي لو حصل اي شيء في اي لحظه من اللحظات خارج يبقى عندك البديل. استاذ ايهاب بص، انت عارف اصلا احترامي ليك كبير جدا كاعلامي اولا، وذكاء في التصريحات متناهي وحاجه رائعه جدا، عشان كده انا بس عايزك تبقى فاهمني كويس، انا عايز اقول بشكل واضح اتحاد الكوره او اتحاد الكوره اللي يقول لي مش انا يعني الاول، اتحاد الكوره بيقول والله يا جماعه الكابتن ايهاب جلال مكمل لنهايه عقده الا اذا هو نفسه قرر انه يمشي، ده كده تصريح مفهوم وواضح، أو إن إحنا كاتحاد كورة كابتن إيهاب جلال مش مكمل مع منتخب مصر حتى لو كسب أو خسر مباراة كوريا الجنوبية، هل الموضوع ده صعب كتصريحات واضحة؟ طيب أنا معاك، الأول عجبني الابتسامة الجميلة. أشكرك. اللي دايماً بتديني شيء من الاطمئنان. أشكرك يا فندم. وعاوز أقول لك حاجة بسيطة جدا. لم نتناقش في إقالة الكابتن إيهاب جلال مطلقاً، ولم يصدر أي تصريح من مجلس الاداره الرسمي بان الكابتن ايهاب جلال في طريقه للاستغناء عنه، بل البيان اللي خرج رسمي مكتوب من الاتحاد المصري بالامس ومن السيد جمال علام ان لم يصدر اي تصريح باقاله الكابتن ايهاب جلال، وانه اسيء فهم التصريحات الاخيره، وبالتالي الكابتن ايهاب جلال موجود مع المنتخب المصري ما لم يكن للكابتن ايهاب جلال راي اخر. بس ده كلام محترم. ده اللي عندنا، لكن ده كلام محترم وواضح، يعني يا استاذ ايهاب الفكره انه ايه، ابقى واضح انه كابتن ايهاب مكمل الا لو هو عنده راي اخر، بس ببساطه شديده. انا معاك طبعا زميل عزيز، احنا زي ما قلت لحضرتك انا شخصيا اتمنى تكرار تجربه الكابتن نجار والكابتن حسن شحاته، احنا عندنا مديرين فنيين حدث ولا حرج عند كابتن حلمي طولان بتاريخه الطويل، حدث كابتن طلع عاشر، كابتن خالد جلال، بسيوني، علي ماهر، احمد سامي، كل الاسماء الموجوده من المديرين الفنيين
بس اقول لك حاجه، اقول لك حاجه تسمح لي اتناقش معاك فيها. فكره استنساخ فكره الكابتن محمود الجوهري او الكابتن حسن شحاته ممكن تبقى صعبه لاسباب كثيره، اهمها انه الظروف اللي كان بيلعب فيها الكابتن محمود الجوهري والتوقفات اللي كان بيطلبها كثيره وانه يقدر يحط شغله مع الفريق كان ظروف مختلفه. كابتن حسن شحاته كان معاه جيل حقيقي، جيل ذهبي، وكلنا متفقين على ده. مش شرط نجاحات الكابتن محمود الجوهري والكابتن حسن شحاته تتكرر مره اخرى مع مدرب محلي او مدير فني وطني مع جيل ربما يكون اقل من الجيل اللي اشتغل مع كابتن حسن شحاته او كابتن محمود الجوهري. وربما تكون انت محتاج، وانا عارف رايك في كيروش عشان كنا بنتكلم كتير، محتاج خبير اجنبي يقدر يشتغل حتى مع ظروف صعبه. عشان كده قلت في الاول النهارده في بدايه حلقتي انه كابتن ايهاب جلال مفيش اثنين يختلف ان هو مدرب محترم وكبير، بس ممكن الظروف حاليا ما تسمحلوش، ممكن ما تكونش دي المرحله بتاعته. طيب انت، انا معاك واتفق معاك تماما في رؤيتك، سواء كان مع الجنرال كابتن محمود الجوهري او مع الكابتن حسن شحاته المعلم الكبير. لكن احنا مطلوب مننا ايه عشان ندعم كابتن ايهاب جلال؟ مطلوب مننا ان احنا نوفر له مناخ مناسب للعمل، مطلوب مننا الاجنده الدوليه اللي كانت مهمله قبل كده تكون موجوده وبتسكن فيها مباريات دوليه على اعلى مستوى، استطيع من خلالها ان يكون في احتكاك قوي لمنتخبنا المصري مع مدارس كرويه متعدده، وبالتالي عندنا المنتخب الكوري، وكان من المفترض يكون عندنا مباراه مع المنتخب البرازيلي اللي هو اولى ان احنا طبعا اتحركت المباراتين غينيا واثيوبيا من 2/5 ل 5/9. عندك مباراتين دولتين كبيرتين امام المنتخب الايطالي والمنتخب البلجيكي، فاحنا بنسكن في الاجنده الدوليه مدارس قويه مختلفه، يستطيع الكابتن ايهاب جلال ومنتخب مصر احتكاك قوي من خلالها، وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله نقدر برضه حتى وان كنت زي ما حضرتك بتقول فقر في الفنيات عكس المنتخب او الجيل السابق، نستطيع احنا من خلال الاحتكاك المباشر والمختلف ان احنا نعوض هذا الفقر الفني. لكن انت معاك محمد صلاح بقيمته الكبيره، معاك تريزيجيه، معاك النني، معاك حراس مرمى الشناوي مجابل على اعلى مستوى. انا عاوز اقول ان ما حدث في مباراه اثيوبيا عمره ما هيتكرر مره ثانيه، لانها لو اعيدت هذه المباراه مليون مره عمرها ما هتحصل مره ثانيه. عندك قوام منتخب على اعلى يعني كويس جدا مع مدير فني هيقدر يشغله كويس جدا ان شاء الله. المطلوب للاسف الشديد يا كريم اللغط اللي موجود في الشارع، سيبونا نشتغل وتعالى خلال سنه حاسبني قول لي انت قدمت للكره المصريه ايه، لما تلاقيني قصرت في الكره المصريه انا اللي هقول لك سلام عليكم انا مش مكمل في هذا المكان. عظيم. النهارده الاهلي كمان طلب من اتحاد الكره في بيان رسمي ثلاث استفسارات في ازمه ملعب نهائي دوري الابطال. حضرتك اكيد وصل لك هذا الامر او شفت هذا البيان، وهتحب اقوله لك؟ لا انا معاك، انا قريته طبعا. مره ثانيه باكد ان الاتحاد المصري لكره القدم بيكن كل تقدير وكل، هو معانا على الشاشه بس عشان اقول لحضرتك وانت بتتكلم، اتفضل يا فندم. تمام. موجود قدام. كل التقدير وكل احترام طبعا لكيان كبير بقيمه النادي الاهلي، مجلس ادارته برئاسه الكابتن محمود الخطيب، لما بنكن كل تقدير واحترام لكل الانديه المصريه وبنعمل يعني على مسافه واحده من الجميع. لكن زي ما قلنا ان هناك لجنه مشكله من قبل وزاره الشباب والرياضه لبحث الامر وبحث المتسبب فيما آلت اليه مباراه الاهلي والوداد، واتحاد الكره لن يتستر على اي متسبب في هذا الامر. اللي هتاخد بالتحقيقات على طول هنوليه اهتمام كبير جدا وهنعلن عنه وهنعلن عن المتسبب من خلال لجنه محايده شكلها مع وزير الشباب والرياضه. واحنا مع النادي الاهلي في اي مطالبات بيطلبها مش هنتاخر على النادي الاهلي زي مش هنتاخر على اي نادي ثاني. انا بقول لحضرتك احنا لما استلمنا ربما هذا الامر زي ما قلت لك ما شفناهوش، لكن احنا عملنا شيء جديد جدا، بدانا من شويه ان احنا بنبتدي كل المخاطبات والمكاتبات اللي بترد الاتحاد المصري لكره القدم بيكون عندنا علم بيها كلها عشان نقدر نتعامل مع كل الامور بشفافيه. عارف بقى، عارف 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 يا استاذ ايهاب، دلوقتي لفت نظري لحاجه مهمه جدا بين السطور، يعني انه ممكن يكون الخطا خطا عندنا قصد، خطا بنوايا غير لا قدر الله سيئه ولا ده حاجه. أكيد. طيب ده هل أكيد. هل هناك ما يمنع ان احنا نطلع كاتحاد كوره ونقول نعتذر ان احنا ما خدناش بالنا، ما شفناش، ما تابعناش، ما رجعناش، عندنا قصد بكل وضوح وبساطه ونخلص الحكايه دي؟ الاعتذار دائما من شان الاعتذار، وانا زي ما بقول لحضرتك حينما تنتهي لجنه التحقيق وتدين من تدينه هنخرج ونعلن ذلك ونعلن اعتذارنا للجميع، لان احنا زي ما بقول لك الاهلي لما بيفرح ما بيفرحش جمهوره فقط، لا ده بيفرح مصر كلها لما بيحصل على بطوله قاريه، المنتخب لما جموع الشعب كلها بتكون حواليه كلنا
بنكون مع الاهلي سواء كانوا مشجعين اهلي او غير مشجعين اهلي، زي ما بنكون مع الزمالك، زي ما بنكون مع المصري، زي ما بنكون مع بيراميدز، مع اي نادي بيمثلنا دوليا. احنا اتحاد الكوره هو بيت لكل الانديه المصريه، وكل الانديه المصريه علاقتنا بها طيبه وعلى قدر كبير جدا من الاحترام المتبادل. وانا ضربت مثال وقلت لما احنا قلنا ان الانديه عليها ديون خاصه بالاتحاد، اول من بادر وجاء الى الاتحاد المصري لكره القدم لتسويه هذه الديون كان النادي الاهلي ممثلا في معالي الوزير السابق للشباب والرياضه السيد العم فاروق، اللي بحييه وبشكره مره واثنين، وقال نشوف علينا ايه ونشوف لنا ايه واحنا مستعدين، وضرب القدوه في ذلك. فدايما زي ما بنقول ان الاهلي مدرسه كبيره لها كل التقدير وكل الاحترام، واي نادي موجود احنا داعمين له وبقوه خلال تواجده في اي محفل دولي، ده امر مطلوب. ولو صدر مننا اي شيء خطا فاحنا طبعا عمرنا ما هيكون عن قصد، مستحيل يكون عن قصد، لان احنا الاهلي بيفرحنا والزمالك بيفرحنا، لازم كلنا نكون خلف انديتنا في كل المحافل الدوليه، واكيد لو كده هنعتذر، وما في الاعتذار زي ما قلت لك من شيء مش خطأ. هل ما قيل عن وجود خطاب امبارح في اجتماع مجلس اداره اتحاد الكوره طلب منكم كاعضاء مجلس اداره ان انتم توقعوا عليه بتاريخ قديم بخصوص هذا الامر، امر صحيح ولا امر خاطئ؟ انا منذ قليل يعني شفت بعض المستندات اللي نشرها الزميل ابراهيم فايق، كنت في مداخله ايضا مع الاستاذ الاعلامي خير رمضان، وقلت له ان ده ما حصلش. يعني انا شخصيا حتى الورق اللي عرضه الزميل ابراهيم فايق ما كانش عليه بعض الامضاءات، فانا ما شفتش ده. ولكن احنا في الاجتماع بتاع امس اقسم لك بالله ما تعرض علينا اي شيء من هذا القبيل مطلقا مطلقا مطلقا، بدليل ان الحاج محمد ابو الوفا العضو المحترم يعني كما جاء في الصوره اللي كانت على الشاشه ماضي على هذا الاجتماع، وهو ما كانش معانا في الاجتماع لانه كان في سوهاج، واخبر بما يتم اتخاذه او مناقشته من خلال التليفون، وكان موجود معانا والكابتن حازم من خلال التليفون. وبالتالي يعني اللي اتقال اللي ده اتعرض علينا اول امبارح ما حصلش بالمره اطلاقا، بدليل انا قلت لك ان في امضه الحاج محمد ابو لافه، والحاج محمد كان في سوهاج وما كانش موجود معانا في القعده، لكن اخبر بها تليفونيا. ده رد بسيط جدا على هذا الكلام. طيب بالنسبه للمنتخب الاولمبي والمدير الفني القادم لاتحاد الكره، هل في حسم في هذا الامر؟ هل في اسماء مرشحه على الاقل؟ بكل تاكيد يعني هيبقى عندنا قعده بكره ان شاء الله ومستمره بعد بكره الثلاث، كابتن حازم كابتن بركات موجود في كوريا مع الاستاذ خالد الدرندلي، لكن احنا موجودين في الاتحاد، كابتن حازم وكابتن بركات عندهم العديد من السير، واعتقد ان هم خلاص شبه اجمعوا على عدد معين هيتم عرضه على مجلس الاداره، وبرضه هيتم اختيار واحد من اللي هيقدمه من كابتن حازم وكابتن بركات، وان شاء الله باذن الله ده هنعلنه الخميس القادم ان شاء الله، سواء كان مدير فني للاتحاد، ربما يكون مدير فني للمنتخب الاولمبي يعلن او يتم تاخيره قليلا. برضه عاوز ابين ان التصفيات الاوليه للاولمبياد احنا مش مشاركين فيها، اول مشاركه هتكون مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله باذن الله، فبرضه ممكن المنتخب الاولمبي لو الكابتن حازم راى فنيا اللي هو ضروره اعلانه هيعلن عنه الخميس القادم او ارجاءه، لكن المدير الفني للاتحاد هيكون موجود ان شاء الله في امور اخرى كثيره جدا، هيكله داخل الاتحاد المصري لكره القدم، تطوير في قطاعات عديده ان شاء الله باذن الله. زي ما انا بقول لكم دايما يعني احنا لسه جايين بقالنا ثلاث اربع شهور، الحرب شرسه جدا للاسف الشديد، ممن سبقونا اللي احنا دايما كنا بنتكلم بكل احترام، لكن للاسف يعني انا سؤال بسيط جدا، ماذا قدمتم للكره المصريه خلال الفتره السابقه؟ اتركوا من يعمل ليعمل في صمت ولو لمده قصيره، ثم لنعمل مقارنه ما بيننا وما بين ما تم خلال الفتره. بص يا دكتور، انا كنت لسه هكتب معاك هذه المداخله المحترمه جدا، بس موضوع الحرب الشرسه، ما هو اصل احنا يعني كلنا بنبقى غيورين على الكوره وغيورين على اللي بيحصل، وفاهمين ان انتوا لسه يعني الفتره قليله جدا، بس عارف غضبنا احيانا يا دكتور ايهاب ربما تكون غضب منطقي يعني. بكل تاكيد يعني انا خرجت يوم الخميس واعتذرت للشعب المصري باكمله، اعتذرت مش ما اعتذرتش عن النتيجه، اعتذرت عن سوء الاداء. انت راجل في مجال الرياضه زميل عزيز وعارف يا كريم ان الكره مكسب وخساره، لكن لما يكون في اداء مشرف وفي اصرار وفي تحدي وفي ان انت بتقاتل عشان التيشيرت اللي انت لابسه اللي هو بيحمل على مصر، في الحاله دي لازم ارفع لك القبعه لو خسرت، اقول لك شكرا عملت كل اللي عليك، لكن ما النهارده كنت يعني ايه رضت ربنا. فكان اعتذاري عن سوء الاداء اللي ترتب عليه النتيجه، ده لازم ما نقدرش، والا يبقى يعني انا بقول ايه، لازم الحاجه واضحه وضوح الشمس،
امام الناس كلها اطلع انا خالف يبقى انا غلطان. ما ينفعش في حاله ما يجب تقديم اعتذار لازم تكون شجاع وتقول للناس ايوه احنا اسفين اللي حصل ده ما ينفعش واللي حصل فيه تقصير كبير جدا ولازم نقعد مع الجهاز ولازم نقعد مع والاستاذ جمال علاء قعد مع الجهاز وقعد مع اللاعبين قبل ما يسافروا كوريا وتعاهد الجميع ان شاء الله على ان تكون رغم الغيابات العديده اللي هتكون موجوده امام منتخب كبير و70 الف متفرج في كوريا لكن ان شاء الله كل واحد هيلعب في المباراه هيقدم نفسه بصوره جيده جدا هيقدم منتخب بلاده بما يليق بمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله. يعني انا مره ثانيه بعتذر عن مباراه اثيوبيا وان شاء الله القادم يكون افضل الكره ان شاء الله يا رب ان شاء الله. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه ماشي كلام مش يعني عارف انت هي الفكره انه الغضب بيبقى طبيعي الغضب بيبقى منطقي. يعني انت عارف لو الكابتن ايهاب جلال ماشي بشكل كويس ونجح وفاز مباراه وعمل مباريات كبيره وبتاع هنشيد باتحاد الكوره وقرار اتحاد الكوره بتاعين الكابتن ايهاب وهنشيد بالكابتن ايهاب وهنشيد باللاعبين بس هي الخساره بتلخبط هي الخساره بتخلي الامور فيها ازمه والخساره كمان لما تبقى خساره مش كويسه خساره باداء سيء بس اللي حصل حصل. المهم نركز كويس جدا في مباراه كوريا الجنوبيه باذن الله نلعب مباراه مشرفه ده المطلوب فقط مشرفه وارد تكسب وارد تخسر طبعا بس نلعب مباراه مشرفه. طيب النهارده فريق المصري بالسلوم عمل مباراه محترمه جدا قدام النادي الاهلي حقيقي مباراه محترمه جدا قدام النادي الاهلي تحديدا في الشوط الاول عملوا مباراة كانوا فيها ند إلى حد كبير مع النادي الأهلي ممكن الشوط الثاني مع خبرات لاعبي النادي الأهلي مع اللياقة البدنية لاعبي النادي الأهلي يعني عرفوا يسجلوا هدف الفوز لأحمد عبد القادر بس تحية كبيرة للفريق المصري بالسلوم عمل مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي وتحية أكبر لمديرهم الفني المحترم جدا كابتن أحمد عبد الرؤوف. كابتن أحمد صباح الخير مشرف ومنور وهارد لك النهاردة النتيجة ولكن مبروك وتهنئة للأداء النهاردة كان أداء مشرف جدا. ربنا يخليك كريم وبشكرك على كلامك ربنا يخليك. لا النهاردة حقيقي الأداء واضح أن أنت مجهز الفرقة بشكل كويس واضح أن الفرقة كانت فاهمة بشكل كويس لدرجة أن أنا وأنا بفرج على المباراة قلت إيه ده دي الفرقة بتضغط ضغط عالي على النادي الأهلي ده واضح أنه في ثقة عند اللاعبين وفي ثقة في الجهاز الفني أو من الجهاز الفني في مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي. يعني الحمد لله الشوط الاولاني زي ما انت قلت اشتغلنا بشكل كويس جدا جدا والله انا شايف مجمل المباراه اشتغلنا بشكل كويس صحيح قربنا الخطوط الشوط الاولاني بشكل كبير جدا كنا بنشتغل على مستوى الدفاعي بطريقه 4-1-4-1 على اساس ان احنا دايما الاتحاد دايما نحرم النادي الاهلي من فكره الباص العميق ودايما نخليه ما بيبقاش قدامه حل غير الكره الطويله اللي بتعمل احلى للتهديد. النادي الاهلي كان بادئ المباراه بطريقه 4-4-2 أو 4-2-4 بيشتغل باثنين فروت صريح حسام حسن ومحمد شريف صار على السباكين بتوعنا فدايما ودايما انت عارف النادي الاهلي لما بيجي يبني دايما بالبندرين موجودين 2-6 وبيدخل 2-10 لقلب الملعب وفي اثنين دايما يعتبروا فراوده وبيطير الباكين بتوعهم فاحنا كان مهم جدا جدا ان احنا نقفل قلب الملعب وده اللي نجحنا فيه اشتغلنا في الطرفين بشكل كويس وقلنا ان احنا بين الشوطين النادي الاهلي هيلعب على العرضيات بحيث ان احنا لازم يبقى التمركزات بتاعتنا جوه ال 18 في المان تو مان لازم تبقى قويه وده عمل نابت الجول جه من لمسه من اشرف انور راحت لاحمد عبد القادر وهو فاضي قدر يحطها جول وفكينا شويه بعد الجول غيرنا طريقتنا من 4-3-3 ل 4-2-3-1 بحيث ان احنا نص الملعب بدا يتاخد منا شويه دخلنا كاظم في نص الملعب والوينج رايت و موسى دخلنا كمان 8 بعد كده واشتغلنا بعلي الجنايني واسلام سمير وينجين واشتغلنا بدلنا عمرو ناصر بحيث ان احنا كنا عايزين نطول المباراه شويه مع النادي الاهلي موضوع 0-0 وكنا نشتغل بشكل افضل بعد 25 دقيقه ولكن دايما انت عارف الجول بيدي ثقه اكبر انت عارف فريق كبير احنا فريق يعني ممكن يكون صغير اسما ولكن عندنا كواليتي لعيبه محترم اشتغلت معايا كتير جدا 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 قدرنا نخرج من مركز ما بين الدورين في على مستوى الدرجه بتاعتنا يعني وصلنا لمرحله كويسه قدمنا كوره كويسه جدا على مستوى الدوري بتاعنا بشكر الاداره الحقيقه اللي عندها ثقه فيا انا كريم بقالي 6 شهور بس بشتغل رجل اول فبشتغل على نفسي بشكل كبير بحيث ان انا اقدر اكون جدير بالمكان اللي انا كنت فيه فبشكر الناس بشكل كبير جدا وبشكر الجهاز بتاعي تعب معايا كتير جدا عمرو صبري وحسام اسامه اللي اشتغلت معايا حمد ايمن الطويل مستر وائل مدير الكوره فالناس دي ثابت معايا كتير جدا جدا جدا
ربنا يسهل يعني في اللي جاي ان شاء الله. كابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق المصري بالسلوم، انا بشكرك شكرا جزيلا. واحمد عبد الرؤوف من الاسماء اللي خليكم فاكرين، وهقول لكم اهو من دلوقتي هي من الاسماء الكبيره جدا في التدريب في الكره المصريه. كل زمايله، كل الناس اللي اشتغلوا معاه كلاعبين بيتكلموا على مدرب كبير وعنده فكر فني كبير. صحيح هو لسه في بداياته كمدير فني، ولكن انا بقول لكم انه في المستقبل القريب جدا هيبقى من الاسماء الكبيره كمديرين فنيين في الكره المصريه. نتكلم كتير بقى عن حال الكوره، عن منظومة الكرة المصرية. زي ما بدأت معاكم امبارح وقلت لكم ان الحكاية مش حكاية مدرب ولاعبين لمنتخب مصر فقط، هي حكاية منظومة كرة. وبما اننا هنتحدث عن منظومة الكرة بشكل عميق جدا، فلازم يكون ضيفنا هو ضيف كبير جدا، الأستاذ الكبير حسن المستكاوي هيكون معايا بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. كابتن محمود خطيب كشف عديد الحقائق، كشف الحوارات اللي دارت بينه وبين وزير الشباب والرياضه، كشف تفاصيل الخطاب اللي جه من وزاره الشباب والرياضه، كشف ان الوزير نفسه لما اعلن ان هو ما جالوش حاجه بتقول ان انت هننظم نهائي دوري الابطال، كل ده اشياء كشف عنها المؤتمر كنا نعلم اغلبها، ولكن في تفاصيل معينه كشف عنها المؤتمر كنا محتاجين نعرفها. في اعتقاد ان هو مؤتمر كاشف. كابتن محمود الخطيب النهارده تحدث بشكل واضح جدا في واحد من اهم المؤتمرات اللي عملها كابتن محمود القطيب في السنوات الاخيره. كل جمله وكل كلمه قالها كانت مدعومه بمستندات وخطابات، حتى الاتصالات الهاتفيه اللي عملها مع بعض المسؤولين تحدث عنها بشكل واضح، تفاصيل مهمه جدا تؤكد بشكل واضح جدا ان احنا امام اطراف معينه قصرت في ملف ازمه نهائي دوري ابطال افريقيا، ومجلس اداره النادي الاهلي تحمل مسؤوليه كبيره وخد كل الخطوات القانونيه وغيرها للحفاظ على حق النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب مش بس بيتكلم على وبيوجه رسالته بس لاتحاد الكوره وليه الاتحاد الافريقي، لكن كمان بيقول لجماهيره ان هو مشي خطوه بخطوه من منذ بدايه الازمه ونشوب الازمه ما بينه وبين الاتحاد الافريقي، حتى مراسلاته الى الاتحاد المصري وشكواه الى وزير الشباب والرياضه. اعتقد ان في خطوات تصاعديه هتكون خلال الايام القادمه ما بين وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكره المصري، لانه واضح تماما ان المدام في هذه الازمه هو اتحاد الكره المصري الذي اعلن في بدايه الامر عدم وصول خطاب رسمي من الكاف، تلاه وصول خطاب اخر من الكاف ورد اتحاد الكره المصري عليه بطلبه بعد انتهاء الفتره القانونيه في شهر ابريل، بطلبه للعب المباراه في ارض محايده وملعب محايد خارج مركب محمد الخامس، تلاه العوده مره اخرى الى وزاره الشباب والرياضه، والتاكيد على عدم وصول طلب لاستضافه دوري ابطال افريقيا، بطوله دوري ابطال افريقيا والنهائي. فقط تم طلب 5 بطولات ليس من بينهم دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان النادي الاهلي حق لدى اتحاد الكره المصري، واعتقد ان وزاره الشباب والرياضه بدات في اتخاذ اجراءات شديده قد يعلن عنها خلال الايام القادمه. ندفع ثمن عدم تنظيم مسابقات محليه بشكل منتظم، بندفع ثمن قرارات فرديه، بندفع ثمن قرارات في غير توقيتها، كل دي اشياء وصلتنا للحاله اللي احنا فيها دي، ان احنا ما عندناش منتخب قوي يقدر يدافع عن سمعه الكره المصريه. عيب جدا ان منتخب مصر يعني كبير افريقيا من ناحيه الارقام والبطولات ان هو يظهر بهذا المظهر السيء امام اثيوبيا اللي هو كانت اخر مره كسبتنا في سنه 89. كان منتخبنا ظهر بدون شخصيه، بدون روح، بدون اداء، كمان حاسس ان هو ما فيش انتماء اصلا لقميص المنتخب اللي لابسينه، وبالتالي ده كانت النتيجه ان احنا بنخسر من اثيوبيا 2-0 مع الرأفه، مش 2-0 كده وخلاص. انت ما ظهرتش بمظهر كويس، وبالتالي الانتقادات من حقنا ننتقد لاعيبه منتخبنا زي ما بنشيد بيهم وبنحطهم على دماغنا من فوق، لما يحصل اخفاق او تقصير لازم ننتقدهم، وربما تكون مباراه اثيوبيا دي بدايه تصحيح المسار. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره وهذا الحدث وهذه او تلك الاحداث استاذنا الكبير الاستاذ حسن المستكاوي، نستفيد ونفهم ونشوف التطور اللي بيحصل في الحياه. مش هي الفكره انك تبقى واقف
مكانك. استاذ حسن المسكاوي من افضل الناس اللي يمكن شفتهم في حياتي في الشغلانه كلها، عنده تطور وتقدم في الشغل والمراقبه والمراجعه، وانك تشوف الناس بتعمل ايه في حياتها بره وجوه وكل الاماكن، مش تفضل واقف مكانك. عشان كده مبسوط جدا بتواجده معايا، مبسوط دايما ان انا اكون انا اللي متواجد مع استاذنا الكبير استاذ حسن المستكاوي. مشرف ومنور يا فندم. الله يخليك يا كريم، متشكر جدا. اخبار حضرتك؟ الكلام الجميل ده. يا رب يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير الحمد لله. ايه رايك في الوضع اللي احنا عايشينه؟ انت بتتكلم على احداث ولا على الحادثه؟ سلام سلام. شوف يا جماعه الصحفي الكبير الاستاذ، لا معلش، شوف اللغه، هي حادثه هي حادثه. مباراه اثيوبيا حادثه طبعا، وكان ممكن تنتهي 5-0 6-0 صح. كنا بنتكلم قبل الهواء بشويه، يعني الفرق في الكوره ما بين 2010 و 2020 او 2022 لما كنت انا شخصيا، يعني لما كنت باجي افسر، عايز افكر احنا ازاي كسبنا كاس الامم 3 مرات بلعيبه مش محترفين. يعني القائمه بتاعتنا كان فيها 3-4 صح، بينما بنلعب قدام ساحل العاج، كاميرون، اي فريق، نيجيريا، كله غير، كله كله 23 محترف. صحيح. طب ازاي احنا عملنا كده؟ اهو كانت افريقيا ما تعرفش لسه الضغط العالي، الضغط اللي بتعمل، اللي هو الوداد عمله مع الاهلي ب5. كل ما بتكلم في الحاجات دي بقول للناس شوفوا الماتش تاني. شوفوا ماتش الاهلي والوداد، شوف ماتش اثيوبيا ومنتخب مصر. لما بيبقى علينا ضغط عالي ما بنعرفش نطلع بالكوره. صح. واحنا ما بنعرفش نعمل الضغط العالي ده، ما كانش موجود في 2008 و2006 و2010. صح. لا صح. الكره اتغيرت. عشان الكره اتغيرت واحنا ما اتغيرناش، احنا في فجوه كبيره جدا. الفجوه دي عمرها 12 سنه على الاقل، يعني احنا في ازمه بقالنا 12 سنه. يعني احنا متاخرين بقالنا 12 سنه عن الباقي. متاخرين فعلا، لان كمان المهارات بتاعه لعيب الكوره دلوقتي تختلف عن المهارات اللي كانت موجوده في 20 لغايه 2010. انا بضرب مثل ب 2010 لان ده التوب بيك بتاع منتخب مصر. صح. 3 بطولات ورا بعض على امم افريقيا، دي حاجه كبيره جدا. المهارات اللي كانت موجوده كانت بتسمح ان اللعيب الوسط بتاعنا يستلم ويبص ويعمل اختيارات، يشوف اختيارات تمرير ويمرر ويلاقي مساحه يشوط ويلاقي مساحه يتحرك. دلوقتي لا، الكلام ده مفيش مساحه دلوقتي لا. دلوقتي اتغير. شوف منتخب الجزائر لما لعب في مصر هنا في 2019، شوف الضغط العالي اللي كان بيعمله. صح. شوف في ماتش من الماتشات، ومش هنسى المشهد ده، منتخب الجزائر كوره في وسط الملعب في الدائره بتاعت السنتر وكسبان 3-0، مش فاكر ماتش ايه، لكن المهم 4 من منتخب الجزائر هجموا على اللعيب اللي في دائره السنتر معاه الكوره بحاله ضغط شرس جدا عشان يستخلصوا منه الكوره. لو انا يا اما اخد منك الكوره يا اما اقفل منك زاويه التمرير، في النهايه مش هتعرف مش هتعرف تحرك الكوره. وده بقى كل ده كل ده بيحصل باستمرار. استخلاص وبعدين انفجار في الملعب، اللي يعني اللعيبه تتحرك وبعدين بناء هجمه بمنتهى السرعه. كل ده احنا ما بنعملوش. لا مع كروش ولا مع كوبر ولا مع عبد السميع ولا مع ايهاب جلال ولا اي حد. علشان كده لما كان كارلوس كروش موجود كان الكلام على ايه؟ اهو ده احسن اللي هنقدر نعمله، انت مش هتقدر تعمل احسن من كده. لما الناس كانت تتحدث عن كره هجوميه وكره دفاعيه وانك تعرف ازاي تعمل تحولات من الدفاع للهجوم وتعرف ترجع بسرعه للدفاع، ده مش منطقي دلوقتي. بص يا كريم، انا بقولها جمله كده واضحه. الفريق اللي ما يعملش ضغط عالي احيانا وضغط حتمي في ملعبه، نص الملعب، ما هو نص الملعب ده بتاعك. صح. اللي بيسمح ان الخصم او المنافس، قال يعني بقى ما تقولش خصم، قول منافس، قال يعني دي بقت حاجه لا هي حتى الترجمه الانجليزي بتبقى يعني خصم، يعني مش مهم. اللي تسيب المنافس بتاعك يستلم كره في ملعبك، انت ما بتلعبش كره. ما بتلعبش كوره خلاص. صح. بجد يعني. صح. لا ترقى للمستوى الاقليمي او القاري او الدولي طبعا يعني. تعرف حضرتك كنت بتتكلم في نقطه مهمه كمان على فكره الضغط العالي والكره اللي اتطورت. زمان كان يقول لك الجمله الشهيره، اللاعب المصري يتفوق على اللاعب الافريقي بالذكاء وبالمهاره والحاجات اللطيفه دي. دلوقتي هو اللاعب الافريقي والمحترف في اوروبا بقى عنده ذكاء وعنده مهاره وعنده سرعه وعنده قوه وعنده حاجات تانية كتير يعني. شوف ماتش السنغال ومصر.
وكل شويه يعني الاقي الناس تقول لك ايه طب ما كيروش احنا لعبنا نهائي امم افريقيا وخسرناها بركلات الترجيح ولعبنا مع السنغال مش عارف ماتش كاس العالم الاثنين وخسرنا مش عارف بركلات الترجيح. ما تشوفوا 90 دقيقه كان فيها ايه؟ شوف الاجسام بتاعت السنغال والرشاقه بتاعت لعيبه السنغال، يعني ازاي اللعيب السنغالي طويل وعنده قدر من العضلات وفي نفس الوقت مهاري، سرعه ومهاره ورشاقه. يعني ازاي توصلوا لده؟ اللي بقوله بص اللي بقوله ده لازم يكون فيه كل لعيب كل مدرب في مصر لازم يبقى مشغول بالكوره زي ما الصحفي بيبقى مشغول بالكوره او لازم شغله. 24 ساعه تبقى شغلاك تبقى صح. بتفكر فيها صح بتتغير ازاي بتتطور ازاي عشان انت كمان تتطور وتتعلم صح. الصبح حضرتك تقوم من النوم تقول هتعلم النهارده هعرف ايه النهارده بمنتهى البساطه لكن كلكم اساتذه لا يعني اريكسون لما جه مدرب منتخب انجلترا السويدي لما جه ومعاه مدرب مانشستر يونايتد للياقه والاحمال البرازيلي عمل سيمينار الحقيقه انا حضرت السيمينار ده بس بقيت ابص في مدربين جنبي فين المدربين بتوعنا بتوع الدوري بتوع الانديه بتوع فين هم الحقيقه يعني انا فاكر الوحيد اللي انا اتذكر اللي كان موجود بدر رجب كان يعني بيبتدي طريقه في عالم التدريب يعني لكن انا دورت على المدربين العتاوله يعني مفيش حد قلت لهم مش عايزين تتعلموا مش عيب انك انت تتعلم مش عيب انك انت تعرف الكلام ده سنه 2005 مش عايز اقول لك يعني ان ده اتكرر كتير ويعني طول ما انت مش يعني حاسس ان اللي عندك خلاص هو التوب لا مش هنتطور ابدا يعني. طيب قصه المحترفين دي هي قصه انا متاكد ان حضرتك تكتب عنها وتتحدث عنها ممكن يكون من 20 30 سنه احنا يبقى عندنا محترفين بلاش السنين دي مش من زمان يعني من خمس سنين من خمس سنين لا حط عليها صفر كمان من زمان قوي يعني من زمان قوي انا اقصد انه امتى بقى فعلا يبقى عندنا محترفين في اوروبا كتير يعني الجمله مطاطه وانا عارف انها بقت كليشيهيه طيب بتسال كتير بس الكابتن محمد لطيف عشان بس عشان ايه اضحكك التاريخ اضحكك يعني الكابتن محمد لطيف في حديث له لمجله اكتوبر بيتكلم على ذكرياته عن كاس العالم 34 فكان بيقول ايه هو لعب في منتخب مصر في 34 بيقول احنا الفرق بيننا وبينهم ان هم يعني محترفين واحنا هواه وان الصحافه المصريه في سنه 34 بتتكلم على بتصرخ برضو زي ما بنصرخ كلنا دلوقتي يعني الضغيق ده الضجه دي بتحصل من زمان يعني فالصحافه المصريه بتقول هم محترفين واحنا هواه لازم نفكر في الاحتراف في 34 سنه 34 من سنه 34 الجرد بتاعتنا بتتكلم على الاحتراف بنتكلم في 90 سنه وايه هو الاحتراف بقى احنا ترجمنا الاحتراف ان اللعيب ياخد فلوس وخلاص لا الاحتراف حضرتك مذيع محترف لازم تشتغل شغلك وتذاكره كويس جدا وتطور وتتطور ما تفضلش واقف في مكانك حضرتك مهندس حضرتك دكتور حضرتك صحفي حضرتك محلل حضرتك مش عارف ايه يبقى حضرتك بتشتغل في اتحاد الكوره شغلتك ما يبقاش اصلا انا معلش يا جماعه مش هحضر اجتماع عشان ايه عندي اجتماع في الشركه عندي او عندي استوديو او عندي لا بص مش هنتطور طول ما احنا كل واحد يقول لك اصل انا متطوع انا يعني مش بشتغل عندكم لا انت بتشتغل تشتغل في صناعه مهمه جدا وتاثيرها وتاثير نتائج الكوره سواء للانديه او المنتخبات على ملايين من الجمهور ملايين من الناس كبير جدا وتأثير خطير يعني تأثير مهم كمان صحيح لازم الدولة تبقى فاهمة هذا التأثير عشان تبتدي تعالج فكرة أنا متطوع أنا مش عارف إيه أنا مش فاضي أنا كذا أنا بشتغل هنا وبشتغل هنا وبشتغل هنا ما فيش حاجة اسمها كده طيب
برضو بس يعني. عشان انا عايز امسك الحاجه تمشي. انا دلوقتي لا انا دلوقتي بقالي 100 سنه او بقالنا 100 سنه اهو زي ما حضرتك قلت من 34 الى 90 سنه تقريبا نتحدث عن فكره ان احنا بقى عندنا قاعده محترفين كبيره. وانا ماسك ليه في قصه المحترفين دي وهي اللي عامله لي ازمه اكتر من لعيبه منتخب مصر وكابتن ايهاب جلال واتحاد الكوره؟ لان لما بتشوف المستويات قدامك وحجم الاحتكاكات اللي بيلعبها اللاعبين المحترفين دول مع كامل الاحترام مش زي الاحتكاكات اللي بيلعبها لعيبه الدوري المصري وسط بعض يعني فمش هيقدروا يلعبوا باحتكاكات كبيره مع منتخب مصر. نطلع ازاي يعني ايه الرولز او ايه القواعد او ايه الحاجات او اللوائح اللي تخلينا نطلع لاعبين بشكل حقيقي؟ اهم حاجه ان الـ 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 الكل اللي بيشتغل في الصناعه دي هو احنا عارفين ان هي صناعه الاول. لا طبعا احنا انا بقول صناعه غيري بيقول انها صناعه بس هي زراعه ساعات يعني تمام. فالصناعه يعني دي استراتيجي وتفاصيل كتيره احنا ما بنعمل يعني ما فيش. تشوف ترابيزه زي دي الناس بتقعد الانديه صح. الاتحاد الرابطه الدوله هنعمل ايه يا جماعه طب انتوا انديه طب انتوا عندكم 20 لعيب مثلا صغيرين في السن طلبتهم انديه بلجيكا او في تركيا او في النمسا او اي حاجه طب ليه بتطلبوا 10 مليون دولار و2 مليون دولار و3 مليون ما تطلعوهم زي الافارقه ب 50 الف دولار صح عشان نزود عدد المحترفين بتوعنا عشان يبقى عندنا 500 عندنا 1000 في اوروبا كلها درجه. يقول لك ايه بقى احنا العرض لازم يكون يليق بالنادي مش عارف ايه عشان ايه لازم يلعب حضرته في ليفربول بالظبط عشان يبقى يليق بالنادي الاهلي او بنادي الزمالك او باي نادي تاني يعني مين قال كده صح ايه الكلام ده ده يعني خطاب موجه للجمهور مش 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 في صميم وفكره مصلحه الصناعه لو احنا بنقعد مع بعض وبنتكلم وعايزين نعمل حلول وعايزين نتعاون وعايزين نفكر مع بعض نطور اللعبه دي ازاي ونطور النظام بتاعنا ازاي كنا عملنا كده من سنين ده بس ده ما بيحصلش. ومع السوشيال ميديا بقى في يعني ايه ردود افعال من الانديه بناء على انطباعات ورد وردود فعل السوشيال ميديا. صحيح. لا انت توجه السوشيال ميديا، انت تقول للسوشيال ميديا اللي انت خد قراراتك الصح. واقنع جمهورك. ان هي الصح. ثم ان جمهورك مش السوشيال ميديا بس. ده مجموعه شريحه مهمه جدا ولها تاثير وبتحب الكوره وليها راي موضوعي جدا في الكوره وبتفهم في الكوره كويس جدا لكن كمان جمهورك 30 مليون بره السوشيال ميديا 20 مليون بره السوشيال ميديا ولهم برضو راي في الكوره وهكذا يعني كل ده لازم لكن في النهايه انت طول ما انت بتشتغل صح رسالتك هتوصل للناس. طيب انا استاذ حسن لو جيت انا كنادي قلت خلاص انا هوافق اطلع 2 3 4 لعيبه من عندي يسافروا يحترفوا وبارقام كويسه هتعوضني ازاي؟ هتعوضني بلاعبين ازاي؟ لو انا الماركت عندي في مصر هنا ما فيهوش لاعبين كويسين بدل اللي انا همشيهم، حاجه اروح اجيب اجانب تقول لي لا استنى عندك انت اخرك 5 اجانب في الدوري المصري او كمان ممكن انزلهم يبقوا 3 اجانب. طب انا هعوض ازاي؟ ما عشان كده النادي برضه هيمسك في اللاعب بتاعه، انا هقول لك هديك مثال واضح. النادي الاهلي بكره محمد الشناوي جاله عرض، محمد الشناوي خلاص عدى مرحله الاحتراف بس جاله عرض. يقول لك لا انا هجيب حارس مرمى ده هو احسن حارس في مصر طب انا هجيب واحد غيره منين؟ انا مش بتكلم على الشناوي انا بقول اي لا الاصغر توصل طبعا انا بتكلم مثلا مصطفى شوبير مثلا يعني ماشي يعني بالمناسبه النهارده يعني عشان كان لعب النهارده كان لعب النهارده وعمل تصديات حلوه وكل صح. حاجه يعني. صح. اي حد صغير في السن صح يعني. اسمه محمود جاد الاهلي محمد صبحي الاهلي او الزمالك عندهم اساله وانت عارف اختبارات الناشئين او الاشبال اللي بتاعت النادي الاهلي او الزمالك بيروح الاف قطاعات الناشئين ممكن يكون فيها لعيبه كتير جدا اللعيبه الكتير دول انت مش قادر تستوعبهم في الفريق الاول عندك طلع اعمل لهم ماتشات اعمل سوق اللعيبه دي زي ما الافارقه بيعملوا بيسوقوا الولاد الصغارين الشباب سوى انت ده سواهم في اوروبا سواهم بدراسات تسويقيه يعني علميه ومدروسه
وطلعهم بره ب $100,000 ب $200,000 يعني لانك انت بتلعب لمصلحه الكوره في مصر. صحيح. ولمصلحتك كمان انت تقدر تعمل شروط زي ما المقاولين العرب عمل مع صلاح كده. الحقيقه تجربه المقاولين في احتراف صلاح تجربه يعني بجد فيها كل حرفيه الصناعه. صحيح. من اول ما راح بازل لغايه ما راح مش عارف كل ما نادي يروح بياخدوا منه فلوس. انت مش قادر تعمل ده ليه يا اهلي يا زمالك يا انديه كبيره اللي هم اكبر ناديين في الشرق الاوسط؟ صحيح. انت مع فكره زياده عدد المحترفين اللي بيجوا الدوري المصري او الاجانب اللي بيجوا الدوري المصري ولا ما عندك تفضل؟ انا مع السوق المفتوح. سلام. يعني بص حكايه التفصيل واصل ثلاثة محترفين واثنين بيلعبوا شمال وحارس واحد بيلعب ايه وواحد ما تجيبش حارس اجنبي وحارس اجنبي ما تجيبش انا مع المنافسه. صح. لو المنافسه لو في محلي احسن انا هاخد المحلي طبعا. لكن انا مع المنافسه اجيب اجنبي بس اجيب اجنبي بدولارات وبفلوس كتير ويقعد على الدكه ده لازم اللي يعمل كده لازم يكون حسابه عسير جدا. صحيح. لكن مش حد بيتحاسب للاسف مش حد بيتحاسب بجد للاسف ده في لعيب يقول لك اصل ده وجهه نظر فنيه. لا تعرف في كام محترف في الدوري المصري اجنبي؟ كتير حاجه 80 باين 88 عارف اكثرهم توانسه كام واحد مثلا حاسه انه كويس؟ ما يجيلوش خمسه اربعه خمسه حاجة صعبة جدا. مش عايز اقول بتاع الجونة ده اللي جننا في الماتش بتاع اثيوبيا. انت بتتكلم 88 محترف وفي الاخر خمسة اتكلم حضرتك على شمال سيبيكلي. طبعا يعني ما انا مش عايز اقول اسمه يعني عشان متغاظ يعني. 88 ده عامل زي ما يكون كارل لويس يعني فعلا بيجري واحنا نجري وراه. وما بيجيش امسك حلق حوش يعني وما بيجيش هنا يعمل معانا حاجة. طيب استاذ حسن الكوسة بقى بتاعت انا كنت عايز اسيبها في الاخر بس الشيء بشيء يذكر يعني. كابتن ايهاب جلال واتحاد الكوره والوضع المتازم الان ما بين رحيل الكابتن ايهاب جلال وما بين رحيل اتحاد الكوره بقاء اتحاد الكوره بقاء الكابتن ايهاب جلال والكلام كله انت مش انا كان معايا لسه استاذ ايهاب الكومي الدكتور ايهاب الكومي دلوقتي قلت له قول لي حاجه واضحه احنا الناس صحفيين وانت راجل اعلامي راجل مكمل فتقول ان كابتن ايهاب جلال مكمل راجل مش مكمل قول الكابتن ايهاب جلال مش مكمل بس الكلام عمال يعمل كده انا كنت بتابع يعني وانت بتتكلم وقريت نص يعني ان هو ايهاب جلال قاعد لغايه ما هو يقرر الرحيل يعني ايه يعني يعني ايه ماشي التصريح بتاع رئيس الاتحاد جمال علام كان مش هقول زله لسان ما كانش يقصد ان ايهاب جلال اللجنه اللي هتجتمع عشان مدرب المنتخب الاولمبي بس انت قلت مدرب بلجيكي للأولمبي ولا الأول؟ طيب إيهاب جلال خسر مباراة كوريا اللي لعبت مع تشيلي وكسبت 2-0 ومع باراغواي تعادلت 2-2 ومع البرازيل خسرت 5-1 يعني عملت 3 ماتشات مع فرق لاتينية في حوالي 10 أيام ولا 12 يوم وكوريا من أقوى فرق الشرق الآسيوي ودايما بتروح كاس العالم ودايما بتنافس على كاس الامم الاسيويه صح. وارد ان احنا نخسر وبيلعبوا كره سريعه وكره منظمه وهكذا يعني وبيلعبوا بجد يعني الودي بيلعبوا جد صح. مش حبي مش ودي لا هما بيساعدوا كاس العالم كمان لا انت ممكن تبقى بالنسبه لك الماتش ملوش قيمه لكن هو بالنسبه لهم له قيمه كبيره طبعا يعني والنهارده بيلعبوا مع امريكا اللاتينيه وفرقه صح. افريقيه اللي هي مصر صح. وبعد كده في الفيفا ديت اللي جهت ليهم بيلعبوا مع فرق اوروبيه صحيح طيب لو خسر يمشي طب ولو كسب يقعد هو ايه المعيار وبعدين انتوا بتحاسبوه ازاي وطالبين منه ايه ايه المطلوب من ايهاب جلال بالظبط يعني انت حضرتك وايه المطلوب وايه اللي بلغتوه للناس هي دي النقطه يا استاذ حسن حضرتك انت دلوقتي اصبت كبد الحقيقه زي ما بيقولوا دلوقتي انت ما حطيتش معايير اصلا وانت بتجيب الكابتن ايهاب جلال فما عندكش معايير انك تقيم الكابتن ايهاب جلال فيعني فين المعايير في كل حاجه ولا كيروش حتى انت جايب كيروش كان ايه عشان كاس العرب وكاس الامم ويروح كاس العالم
طب ما كان ممكن قوي تبقى يعني كروش ده كان مدرب عالمي بقى يعني هو مدرب عالمي طبعا. انت هتعمل الكورة اللي هتقدمها لنا في الفترة دي لغاية كاس العالم رحنا او ما رحناش بالطريقة اللي انت لعبت بيها صحيح. بس قول لنا يا عم كروش بقى بعد كده في الاربع سنين اللي جاية خطتك ايه؟ هنعمل ايه؟ هتلعب انت شايف الفريق اللاعب المصري عنده ايه وما عندوش ايه؟ هنقدر نعمل ايه؟ هنلعب كرة ازاي في الاربع سنين؟ انا خلي بالك انا ما ربطتش وجود كروش بانه يروح كاس العالم او ما يروحش. لا وانا مش راضي على الطريقه اللي لعب بيها كاس العرب وكاس كنت بفرح ان احنا بنكسب المغرب بنكسب مش عارف الكاميرون بنعمل انا مبسوط جدا بس الاداء قصه تانية. لكن انا عشان مواطن مصري بحب المنتخب بتاع بلدي كل ما بنمشي خطوه انا ببقى مبسوط لكن الاداء عليه علامه استفهام. فانت بس انا هقبل ده انا كاتحاد بقى هقبل ده وابلغ الرساله دي للجمهور عشان يبقى الناس واقول لهم ده احنا هنقعد الاربع سنين بقى لغايه 2024 خطتنا كذا صح هنلعب كره كذا. كروش بقى حضرته يقعد يعمل مؤتمر صحفي وبعد كده الاتحاد يبقى يعمل بريفنج يعني احنا هنعمل مشروعنا كذا وكذا ونلعب كوره ونلعب ونطور على الاربع سنين اللي جايه. اللي حضرتك قلته ده بالظبط هذا لا يحدث ما مستحيل. اللي حصل اللي حضرتك بتقوله ده اترجم حرفيا مع فرنسا جابوا راجل ديشام في 2012 قعد ست سنين يقدم أسوأ اداء ممكن مع فرنسا بيخسر نهائي كاس اوروبا على ارضه بيخسر في كاس العالم من دول الثمانيه خد كاس العالم في 2018 بعد ست سنين طبعا. بس انت خلاص انت شايف الخطه بتاعته ايوه طبعا العالم كله بيشتغل كده انجلترا بتشتغل كده. امبارح كان معايا مدير الاتحاد الانجليزي قال لي ساوث جيت لما جه قعدنا معاه وعمل انترفيو وقابله أيوة. شخصيه ايوه ايوه قول خطتك أيوة. هو وغيره يعني عملوا مقابلات شخصيه مع هو وغيره مش انه ده مدرب كبير ما ينفعش بقى نعمل معاه مقابله شخصيه ونفهم منه القصه. بص يعني اللي انا بقوله معاك دلوقتي ده انا كتبته وقلته كتير انا مش بقول مش مهم يمكن ما حدش الا بيسمع ولا بيقرا ولا مش مهم يعني بس انا بفترض ان اللي في اتحاد الكوره فاهم ده من غير ما انا اقوله عشان او غيري يقوله ادام انت وصلت للمنصب ده يبقى انت طالما حضرتك دخلت الاتحاد اللي انا بقوله ده لازم يكون في دماغ سيادتك صح. وانت بتتكلم على الكوره في مصر في الفتره اللي جايه في التعاقد مع المدربين لكن هي هيصه هات فلان مشي فلان لا ولو عندك مشروع حقيقي انت بتخاطب الناس والجمهور والجمهور هيحترم لكن لما تبقى ماشي بفوضى ما حدش الناس هتبقى رد فعلها هو فوضى برضه وهو الصراق اللي احنا بنشوفه في كل ازمه يعني او في كل مباراه بنخسرها حصل ده مع نيجيريا مع كروشيا لما اتغلبنا ماتش نيجيريا في كاس الامم طبعا اتقلبت الدنيا والناس قالت لك يمشي بكره صح ولا وللاسف يعني يطلع حد في استوديو محلل او مقدم برنامج ويقول الراجل بيلعب في كاس الامم يقول لك لا يمشي يمشي دلوقتي يمشي ايه يمشي ايه في وسط البطوله ايه يمشي ايه يعني في مسؤول يمشي في اتحاد يعني. الكره طلع قال كمان على عقده وفلوسه وكلام أيوة ده طبعا كله يعني وقت البطوله ايوه نفسها. طبعا طبعا ايه الكلام ده ايه الكلام والراجل زعل عنده حق وقال على فكره قال ما وكتب كده قال ما تصدقوش اي حاجه بتقال في الصحافه المصريه او في الاعلام المصري صدقوا اللي انا بكتبه على تويتر في حسابي واللي في الجرايد البرتغاليه ازاي ده طب هو مدرب ازاي ممكن ينجح لو الاتحاد اللي جايبه نفسه مش واثق فيه يعني ما هو انا الكابتن لا لا ده مش ايه الجمله كده غلط بقى اتفضل ازاي مدرب ينجح والاتحاد اللي جايبه مش فاهم معايير النجاح ايه صح او جايبه ليه او جايبه ليه امتى يعني حضرتك مدرب انت عايزه ينجح بس الناس اللي جايباه مش عارفه تقول هو امتى نجح او امتى فشل مش عارفين هو نجح ولا لا رد فعلهم زي الجمهور يا لها من كارثه ان اللي بيدير يبقى رد فعله زي الجمهور من حقه يغضب ويثور والجمهور يتحدث. الجمهور سريع التحول وسريع الاشتعال وكل حاجه شغاله مش والعواطف شغاله كل حاجه طبعا. لكن اللي بيدير اللي بيدير لا اللي بيدير كمان لازم يبقى
يعني بيدير بجد، عنده خطة في دماغه بيشتغل عليها وبيقنع الناس بيها. لكن يعني لما يبقى ما عندكش خطة وانتش عارف ايه هي الخطة اصلا كمان، النتيجة هي فعلا رد الفعل ده. سأل المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الاستاذ وليد العطار في مؤتمر صحفي وقت تعيين الكابتن إيهاب جلال، سأله احد الصحفيين زميلنا العزيز حسام زايد، سأله بشكل مباشر قال له هي ايه المعايير اللي تم بيها اختيار المدير الفني لمنتخب مصر؟ فرد عليه وقال له المعايير دي حاجة جوه مجلس الإدارة، مش حاجة معلنة، عشان هو ما يعرفش، عشان ما يعرفش اذا كان في معايير او اصلا ما فيش معايير. ف يعني هيكون ده الرد، لكن لو في معايير هيقول له في معايير كذا وكذا وكذا. الخطه بتاعتنا ان احنا نوصل كاس العالم 2024، لا الخطه بتاعتنا ان احنا نوصل دور ال 16 في كاس العالم 2024، مش نوصل بس كاس العالم. الخطه بتاعتنا كده، الخطه بتاعتنا انا عشان نحقق الخطه دي احنا متفقين كاتحاد ومع الكوتش اللي جه ان احنا نلعب 30 مباراه او 40 مباراه وديه تجريبيه في كل الفيفا ديتس بتاعه الاربع سنين اللي جايه. ده لو في يعني مشروع او خطه او بلان او حاجه من دي يعني، لكن مفيش. لا مفيش فعلا يعني. طيب اسال حضرتك سؤال، وانا بقول لك مفيش. ممكن واحد يروح من الاتحاد يروح مكلمنا دلوقتي على الهواء يقول لك ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ في لا ده في كذا وكذا. اقول له انا اسف احنا غلطانين، احنا متشكرين جدا، ايه بقى الخطه؟ مفيش. بقول لك لو في حد هيخش معانا ويقول لي خطه، مش ما يقوليش كلام عام. ان احنا عايزين ان شاء الله نوصل ونكسب وربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا بقى والحمد لله وان شاء الله. ودعوات المصريين معانا جمله الشهيره. انا امبارح قلت يا جماعه طبعا دعوات المصريين كلها مهمه ودعواتنا كلها في كل بطوله مهمه، بس العالم ده منتخب مصر وده مش عارف ايه كلام النبي كلام الانشا ده. ما احنا بنحب مصر وبنحب المنتخب بتاعنا وبندعي للمنتخب وبننفعل مع المنتخب، وانا بقوم واقعد من على كرسي وانا المنتخب بتاعنا بيلعب، احنا منتخب التاريخ صحيح. كل الحاجات دي جميله. اطلع قول لي لا يا حبيبي انت بتقول ايه يا عم حسن، انت احنا خطتنا كذا وكذا وكذا، اهي الاربع سنين اهي. بص يروح عامل لي كده، شايف شايف التقرير ده؟ ده التقرير بتاع ايهاب جلال في الاربع سنين اللي جايه، وده او بلاش ده تقرير او خطه الاتحاد، مشروع الاتحاد في الاربع سنين اللي جايه. هيقول لي احنا لسه جايين ما لحقناش. هقول له قدامكم انا بقى لو انا الدوله يعني هقول لاتحاد الكوره دلوقتي في عز الصخب ده قدامكم شهر قدامكم شهرين، مش انتوا في الاتحاد مش انتوا تم انتخابكم عشان انتوا ناس بتفهم في الكوره؟ صحيح. ولا انتوا داخلين تتصوروا؟ طيب انتوا بتفهموا في الكوره، قدامكم شهر قدامكم شهرين، ده الدوله اعملوا مشروع لكره القدم وتطوير الكره المصريه يكون عندي على مكتبي بعد شهرين، 1 سبتمبر 2022 المشروع ده يكون عندي. عشان يعمل المشروع لازم يروح محافظات مصر كلها، ولازم يشوف الملاعب اللي في مصر كلها، ولازم يبقى عارف عدد اللعيبة المسجلة رسميا في الاتحاد، ولازم يعرف الدرجات، ولازم يعرف هيعمل ايه في دوري الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة وقطاعات الناشئين. وشفت النهاردة السلوم من مصر للسلوم، صح، في لعيبة. مصر مليانة لعيبة، بس انت لازم تشوفهم، لازم تبقى عارفهم. صح. ليه اتحاد اليد ناجح؟ عشان عنده مشروع من 40 سنة او من 30 سنة، والمشروع ده بيكمله اتحاد مع الاتحاد مع الاتحاد. في سياسة، في نظام. صح. اتحاد بيسلم الاتحاد هذه السياسة. عشان كده هذه اللعبة الجماعية وصلت إلى العالمية. صحيح. وهي اللعبة تقريبا الوحيدة على المستوى العربي اللي يوصل إلى هذا المستوى العالمي، اللي هو للثلاثة أو الأربعة الكبار يعني. صحيح. اشمعنى؟ لا ده عشان تعبوا جدا. حسن مصطفى لما كان رئيس الاتحاد تعب جدا مع الناس، التيم ميركل اللي اشتغل معاه تعبوا جدا، عملوا خطه بعيده، وعملوا خطه بعيده وبتاع، مش اللي هو بص تحت رجلك. طبعا بحس دايما يا استاذ حسن اللي بيجي يشتغل
هو عايز يخلص يومين ويعدي. انا ماليش دعوه باللي هيحصل بعد كده، انا ماليش دعوه بالمشاكل اللي هتحصل بعد كده، انا مش دعوه ان انت تقول ان مسابقات الناشئين باظت وقطاعات الناشئين بايظه والدوري بايظ والحاجات دي كلها مش هتفرق معانا. طب بس كمان في مسؤوليات على الانديه ومدربين الانديه ومدربين الاكاديميات في الانديه والوسائط والكوسه والهدايا بتاعت اولياء الامور اللي بتروح للمدربين والبرايفت والمش البرايفت عشان خاطر ابني يبقى في ما بيعرفش يلعب لكن يخش في الفرقه عشان لا حاجات كتير عايزه تتصلح يعني. الناس عماله تكتب تقول لك الفساد. الفساد مش لازم يبقى رشاوي وفلوس بس، لا الفساد ممكن يكون الجهل فساد، اهمال، الاهمال فساد، صحيح، الواسطه فساد، المحسوبيه فساد، عدم الامانه المهنيه فساد. فلما يبقى ده كله موجود يبقى في فساد. فلازم ده يتصلح. عشان يتصلح عايز مشوار، ما فيش حاجه بتتصلح بقرارات كده يعني او كلام في برنامج. عايزه تعب ومجهود و 24 ساعه بتبقى مهموم عمل وتلف طبعا 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 اخطائك ومشاكلك. امبارح حاولنا نعمل ده ننور النور، بس مش هنحل المشاكل احنا في برنامج زي ما حضرتك قلت، بس على الاقل اعرف ان انت عندك مشاكل كتير، وكل فايل من دول اعمل فيها مجموعات عمل، زي بما اننا بنتكلم على صناعه زي ما مؤسسات وشركات بتعمل، لو انا عندي مشاكل او مشكله هنا، عندي مشكله في السباكه في المصنع، فراح جايب لها تيم وعامل، مش نعمل لجنه ونجيب بيها الخبراء ويتحدثوا عن كل المشاكل ومؤتمر ومؤتمر؟ لا 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 طبعا في شباب صح، في شباب في مصر متصلين بالعالم، بيعرفوا التطوير، يعرفوا الاداره ازاي. انا بقول للاتحاد هاتهم ويعني حاول تستعين بيهم. صحيح، مش لازم يبقوا اعضاء مجلس اداره لكن ممكن يفيدوك. في شباب في لندن، في شباب في فرنسا، في شباب في مصر. الاسماء اللي طرحت كلها اسماء وقامات وناس محترمه، مدربين ومحللين واسماء كتير، قال لك ده هيتعملوا لجنه لتطوير الكره المصريه. مفيش حاجه اسمها النبي يعني. انا من كنت بضحك زمان جدا على كلمه اصلاح مسار الكره المصريه. ده كانك بتتكلم على سفينه فضاء طالع على المريخ وشويه في 3 ملي في المسار انحراف، فممكن السفينه ما تهبطش في الموقع. فكره دي قابلت المشكله دي قابلت ابولو في طبعا. 11 اللي كان هينزلوا على القمر، فيعني فبتصلح المسار ده يعني من هيوستن تحت يعني. تكبروا الموضوع يعني. المسار يعني بس المسار ايه، مش 3 مللي ده 10 كيلو صح. غلط يعني صح، محتاج خطه حقيقيه. طيب استاذ حسن، عايز اسالك على ما فعله الكابتن محمود الخطيب امبارح في المؤتمر الصحفي والدفاعات اللي قالها الاهلي بخصوص ازمه مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا وتوجيه كثير من الاتهامات للاتحاد المصري لكره القدم، رايك ايه في هذه القضيه؟ بص انا مش عايز افترض ان كان في موقف مباشر ضد الاهلي، سوء نيه لكن انا هفترض ان هناك اخطاء جسيمه بدون قصد، اهمال، ناس مشغوله، ناس مش فاهمه، كل ده يخضع للحساب، كل ده خطا جسيم. حضرتك كابتن طياره ما ينفعش تروح مطلع رجليك وانت بتعمل لاندنج فتقول انا معلم بقى وبتاع ده وتنزل ترشق في الارض. تتحاسب حتى لو نزلت سليم. حتى لو نزلت سليم تتحاسب. لكن طبعا انت لما تبقى بتعمل اخطاء وانت في موقع القياده للاسباب الاهمال، عدم اهتمام، عدم يقظه اداريه، كل دي اخطاء لازم تحاسب عليها. انا مش بقول سوء نيه، لو سوء نيه لا ده تبقى جريمه يعني، لكن انا مش هفترض سوء النية. انها سوء نيه. انا هفترض انه اهمال، انه لا مبالاه، سوء اداره، كل ده ممكن افترضه يعني. لان كابتن محمود الخطيب لما عمل المؤتمر رد باللوائح ورد بمنطق يعني. وانا لو كل
كل بند او كل جمله هو قالها انا عايز ارد عليها، ممكن ارد عليها لو انا عندي منطق، لكن عشان انا ما عنديش منطق هرد في العموم. لا احنا ما بنعملش كده، احنا اصل اللي قبلينا، اصل اللي بعدينا، اصل اللي مش عارف ايه، الكلام ده كله مش رد يعني. الرد انك انت يعني كل ما قال له رئيس النادي الاهلي انت لو عندك رد عليه رد على، قول للائحه يعني محمود الخطيب قال للائحه 8 الماده 28 في اللائحه بتقول الدوله هي اللي بتطلب البطولات مثلا يعني. صحيح. فتطلع كاتحاد تقول لا اللائحه اللي اتكلم عليها الكابتن محمود الخطيب مش صحيحه، من البند 28 بيقول لا ده النادي هو اللي لازم يطلب ال المباراه من الدوله مثلا يعني. مثلا يعني نقول اي حاجه يعني، يعني يبقى في رد على وبعدين هو لما يبقاش في رد الدليل يا استاذ حسن الدليل منطقي على الامر، وهو في النهايه الموضوع في اطار التحقيق يعني، بس اللي خلي الامور كلام النادي الاهلي وكلام الكابتن محمود الخطيب منطقي انه السنغال ونيجيريا لما طلبوا ان هم يستضيفوا المباراه دي ما لهمش اصلا فرق في البطوله في الادوار النهائيه وبالتالي ده واضح انه الدوله او الاتحاد بتاع الدوله هو اللي طلب مش فرق. بص لا يعني شوف بقى موضوع النهاية افريقيا في جزء تتحمله الاداره المصريه او الاتحاد الكوره وفي جزء كبير تتحمله الكاف طبعا. الكاف في تربيط، انا اظن في تربيط، ودي شطاره من المغاربه ان المساله تروح للمغرب. انت ليه اخترت انت بتقول انك يعني اخترت المغرب في شهر ابريل واعلنت في مايو بعد السيمي فاينل الاثنين ان المغرب هتنظم، وقلت كلام بقى مبهم بقى اصل السنغال وانسحبت واصل نيجيريا وجنوب افريقيا، جنوب افريقيا اللي نظمت كاس العالم ما عندهاش المعايير ونيجيريا ما عندهاش المعايير بتاعه دوري الابطال لكن نظمت الكونفدراليه. كل ده كلام بيقول لك يعني في علامه استفهام، انت كنت واضح انك انت عايز توديها الدار البيضاء بس انت مستني تشوف الوداد هيعمل ايه والناحيه الثانيه هتعمل ايه. صحيح. فالاتحاد الافريقي عنده خطر جسيم يسال كثيرا طبعا، لكن انت لما يجي لك كاتحاد جواب بسبع ايفنتات عايز تنظم ايه من دول؟ انا لو انا في الاتحاد هروح على طول بجد يعني هقول للنادي الاهلي او الزمالك، لان الاهلي والزمالك الاثنين كانوا في البطوله صح، حد ايه رايكم ننظم ده ولا ما ننظم؟ تعمل الاجتماع على طول من غير بقى كمان يعني الناس بتقعد مع بعضها وتتكلم عادي يعني. لو احنا بنتكلم مع بعض في امور اقل من كده بكتير يعني اقعدوا واتكلموا. طب نعمله ازاي؟ طب هل طب افرض ما وصلناش، طب افرض وصلنا صح، طب افرض كذا وتبقى الامور. وبعدين المساله كمان تسويقيا انت لازم انت الناس الدول بتنظم البطولات ليه؟ البطولات ليه؟ عشان مكاسب سياحيه ومكاسب اقتصاديه ومكاسب ماديه. الاتحاد الافريقي ما عندوش فكره قدرات وامكانيات الاتحادات الاهليه بتاعته والدول الافريقيه ايه هي. فبالتالي هتبقى الحكايه كلها اما مصر، الجزائر، تونس، المغرب، الكاميرون، السنغال بكتير، والباقي مش هنظم. بس اوروبا لا، اوروبا اي من روسيا بطرسبرغ عشان تنظم البطولة اتسحبت بعد شهرين تلعب سفريس. صحيح بمنتهى السهولة عشان دي دول عندها إمكانيات وقدرات أمنية وفنية ومادية مواصلات وفي تفاصيل كتيرة يعني تفاصيل كتيرة. لكن أنت لا ما عندكش ده قارة يعني. بس حسن أنا دايما شخصيا ومهنيا بستفيد جدا من حضرتك ودايما الوقت بيجري زي الصاروخ. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات، والله بستمتع والله. أشكرك يا أستاذ حسن. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا الممتع كالعادة مع أستاذنا الكبير أستاذ حسن المستكاوي. بعد الفاصل نستقبل الكابتن أحمد شكري لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق. خليكم يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. شرفني ونورني في هذه الفقره واحد من النجوم اللي كانوا صاعدين بسرعه الصاروخ
مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي، واحد من الاسماء المحترمه جدا، واحد من اللاعبين اللي عندهم مهارات كبيره جدا، تنقل لكثير من فرق الدوري بعد النادي الاهلي. شرفني ونورني في هذه الفقره كابتن الكبير كابتن احمد شكري لاعب النادي الاهلي الاسبق ونادي الترسانه حاليا. كابتن احمد مشرف ومنور. ربنا يخليك، سعيد طبعا بوجودي معاك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. لو طمني عليك الاول، طمن جمهورك عليك، انت بتعمل ايه دلوقتي، فين دلوقتي مع الترسانه، وضعك عامل ازاي، الحاله عامله ازاي؟ مفيش، يمكن السنه اللي فاتت بعد المقاولين كان اخر حاجه يعني في الدوري الممتاز، ولعبت الموسم اللي فات ده مع نادي الترسانه، والحمد لله الواحد عمل اداء كويس، لكن ما قدرناش ان احنا نقدم المطلوب، ان احنا كان نفسنا طبعا نسعد الواحد يرجع الدوري الممتاز تاني، بس ان شاء الله الطموح يتجدد السنه دي ان شاء الله. يعني انت مكمل مع الترسانه ولا لسه الوضع مش عارفه؟ لا لسه والله، لحد دلوقتي لسه الدنيا مش ممكن نشوفه في الممتاز تاني. والله الواحد بيسعى يعني ان ان شاء الله الواحد يرجع تاني باذن الله يعني. طيب انا عايز اسالك سؤال شايله لك من قبل ما اجي انا الحلقه دي النهارده. احمد شكري وشهاب الدين احمد، الاسمين دول تحديدا كانوا من اهم المواهب الصاعده في مصر، والناس كلها كانت متفائله جدا واسماء كبيره ورائعه، وقدمت فعلا اداء مع النادي الاهلي محترم جدا، وحتى مع الفرق اللي اشتغلت معاها كان اداء محترم جدا. بس ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في مشوار احمد شكري تحديدا؟ بص، الفتره اللي زي ما انت بتتكلم فيها، يمكن انا وشهاب يمكن عشان طلعنا في وسط جيل طبعا من احسن الايام اللي جت في مصر طبعا، فكان طلعت في جيل كله نجوم كبيره، اللي رغم كل ده الحمد لله شاركنا وقدرنا نلعب وكنا ماشيين بصوره كويسه. بس الفكره كلها جت في وقت النادي الاهلي كان فيه شويه اهتزاز، ان مدربين كتير مشيت ومدربين جت، عارف كانش فيه استقرار في النادي الاهلي. فالفتره دي انت عارف بقى كنت بتشارك شويه وتقعد فتره كبيره ما تشاركش، فالدنيا ما كانتش متظبطه، فده اللي حصل يعني، ان احنا ده اللي ما خلناش المسيره بتاعتنا تكمل، وكان الواحد نفسه ان هو كان يكمل طبعا ويعمل تاريخ في النادي الاهلي. لكن الحمد لله زي ما انت بتتكلم لما مشينا الحمد لله الواحد عمل. انت كنت مشيت من الاهلي بمزاجك ولا مشيت الاهلي هو اللي طلب منك انك تكون مش بقى؟ لا والله يمكن هو موقف طريف شويه يعني، اللي مع الكابتن علاء عبد الصادق يمكن هو اتكلم معايا، كان هو كان فاضل اخر يوم في القيد، فهو كان اوريدي كان فيه خمس لعيبه يعني الكابتن علاء يكلمهم واستغنى عنهم، فانا سابني للاخر ان هو كان عايز يطلعني اعاره، بس انا قلت له لا، لو انا كنت نفسي بقى ان انا عايز العب واشارك بصوره كبيره وكده، قلت له لا لو حضرتك شوف لو انت مش هتأيدني خلاص انا سيبني هروح الحته اللي انا عاوزها. فكان بيعرض عليا ان انا اروح اطلع اعاره واسمي موجود في النادي الاهلي. يمكن الواحد شويه كان عنده ما كانش عنده من الخبرات، فكان انت عارف انت جو الشباب ان لا ازاي النادي الاهلي عايز يطلعني اعاره، انا عايز اطلع ايه العب في المكان اللي انا عايزه والكلام ده كله. يمكن الكابتن علاء عبد الصادق بقى جه اخر يوم في الكيب، كان كنا في رمضان يعني، فكلمني في التليفون فقال لي احمد دلوقتي الوضع رامي ربيعه جاي له عقد في البرتغال فلازم هنأيده. كان هو خلاص لازم واحد يمشي خلاص يعني اخر حاجه، وكان مستني على امل ان رامي يخلص قبل ما الكيب يقفل. تمام. فبس فقال لي دلوقتي رامي احنا مستنيين ان هو يجي له عقد في البرتغال، فلو انت ما فيش مانع ان انت تستنى يعني نشيلك من القايمه ونأيدك فيها بعد ما رامي نأيده يعني بعد ما نبيعه وانت تأيد مكانه. فانا حسيت ان هي صعبه شويه ان انت هيشيلك عشان عقبال ما لعيب طبعا يحترف ويرجع ايدك تاني. فقلت له لا، قلت له تعالى بالتوفيق ليكوا، وانا لا انا خلاص احب اروح المكان ايه اللي انا عايزه وربنا يكرمك بس. فكان لو الواحد يرجع بينا تاني الزمن طبعا 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 ما فيهاش كلام، بس هو كان الواحد صغير. لو رجع بيك الزمن كنت هتعمل ايه؟ كنت هفضل قاعد في البيت طبعا لحد ما الواحد يرجع تاني، او كنت هروح اعاره وارجع برضه يعني الواحد ياخد فيها خبرات ويرجع تاني بيته. ما حاولتش في النص بقى يعني في رحله اللعب في كذا نادي في مصر، ما حاولتش في النص ترجع النادي الاهلي؟ ما حدش عرض عليك؟ ما حدش كلمك قال لك ممكن ترجع النادي الاهلي؟ بص يعني في فتره من اللي هي من افضل فترات ليا كنت في نادي المصر يعني، صح. افضل موسم ليا في الحبه اللي انا لعبتهم يعني. تمام. بس كانت الفكره كلها ان انت عارف طبعا كانت الاحداث صعبه ما بين الجمهورين الاهلي والمصري، بخصوص طبعا احداث بورسعيد وكده. فكان الفتره دي يعني كان يعني كذا حد كلمني ان هو بتاع، بس انا عارف ان الدنيا مش هينفع بالظبط، عشان كان في كان في حساسيه جامده الظروف وقتها. بس هي دي الفتره اللي كان فيها كان ممكن الواحد يرجع، بس هي الفكره ان النادي اللي كنت فيه كان صعب يعني. طيب دي الفتره اللي لعبتها فيها مع المصري كانت احلى فتراتك فعلا بعد النادي الاهلي.
الفترات اللي بعد كده ليه ما كانوش من احلى فتراتك برضه، رغم ان انت بقى المفروض نضجت كبرت بقى عندك من الخبرات الكبيره اللي تخليك افضل بكتير؟ بالظبط، يمكن بعد ما مشيت من الاهلي رحت سموحه الحمد لله قدمت اداء كويس ولعبنا في افريقيا، كنت يعني احرزت اكتر من جون، كنت ماشي معاهم بصوره كويسه جدا ولعبنا دوري ابطال افريقيا وكونفدراليه مع سموحه. بس الـ بعد ما مشيت من المصري يمكن دي يعني دي برضه من ضمن الحاجات ان يعني يعني اخترت التوقيت غلط. بس انا كان عندي ظروف اسريه هي اللي رجعتني، ان انا كان ولادي ومراتي والكلام ده كله، فده اللي اجبرني ان انا ارجع القاهره. ارجع القاهره على انبي. لكن هو كان الطبيعي ان انا كانت الدنيا ماشيه معايا كويس بالظبط، والواحد واخد وضعه والناس بتحبه والناس بتثق فيه، فكان طبيعي ان انا اكمل. بس هي الظروف دي هي اللي رجعتني في الفتره دي. انت قلت لي الظروف مثلا مع المصري خليتك ما تعرفش توصل او ترجع تاني للنادي الاهلي بالزبط. هل في الوقت ده كان نادي الزمالك طلبك في اي لحظه من اللحظات؟ لا الفتره اللي طلبني في يعني مش اللي طلبني اللي كان كابتن حسام حسن كان ساعتها في الزمالك. فدي يعني هو طلع حتى في مؤتمر بعد ماتش الاهلي والزمالك فقال ان بيسالوه يعني من اللعيب اللي يتمنى ان انت تبقى موجود معايا، فقال له انا بتمنى ان احمد شكري هو يبقى موجود معايا من الاهلي. كنت انا بين تالي ومحمد بركات يعني. فدي الفتره اللي هو يعني كابتن حسام كان طلب ان يعني مش طلب يعني كان عايزني ان انا ابقى موجود، لكن غير كده بقى كان اللي هو كلام وكلاء يعني، لكن ما كانش في حاجه رسمي. لا ممكن تروح نادي الزمالك عندك هنا ما عندكش بالظبط، اللي هو الكلام اللي هو العادي بالظبط. طيب انا عايز اسالك على حاجه ليها علاقه بالوضع القائم حاليا في الكره المصريه. نتحدث عن كابتن ايهاب جلال ايه رايك في الاول في قصه كابتن ايهاب جلال واتحاد الكره؟ بص انا شايف يعني الكابتن ايهاب جلال الناس كلها زايم على كابتن ايهاب من قبل ما يمسك. انا مش عارف ليه يعني، انا مش عارف ليه احنا في يعني في مصر ليه مش بندعم المدرب المصري ونقف جنبه حتى لو هو اخطا؟ ليه يعني ده بيحصل في العالم كله. ان لازم يبقى فيه مسانده. ماشي نصبر شويه تمام، لان الراجل ما لحقش. ده هو الراجل لسه يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. الناس كلها وانا معاشرتي مع كابتن ايهاب هو مدرب كبير جدا. اشتغلت معاه امتى؟ في المصري اللي هي الفترة اللي قلت لحضرتك عليها ديت، قعدت معاه فترة وبعد كده رجعت على القاهرة يعني. صحيح. فأنا يعني لا مدرب مش معلش يعني اتمرنت مع مدربين كتير، بس هو مدرب مختلف. هو بيبقى واقف بره على الخط معلش، أي يعني أغلبية المدربين بيبقوا واقفين ممكن بيتفرج على الجيم، هو بيقرا الجيم. واللي يركز معاه ممكن في الماتش يغير الطريقه اكتر من مره. والناس ما تحسش بالكلام ده، مش اي مدرب يقدر يعمل كده. تغييراته ممكن تفرق معاك. لكن هي حته منتخب مصر شويه يعني كبيره جدا، فبيبقى عليها ضغط كبير. لكن انا اللي انا بطلبه من الناس ان هو لا لازم يبقى فيه مسانده شويه، خصوصا ان هو يعني مدرب لو قعد شويه الناس هتتبسط، ومصر بيحبوا الكره الحلوه، فهو مدرب بيعمل دي الحاجه ديت. فاتمنى له التوفيق ان شاء الله. بس عشان نلعب كره حلوه مش محتاج يقعد مع اللعيبه وقت اكبر. ما هو ده اللي بتكلم فيه. مش انا بقول لك هو ما يعني ما لحقش اصلا يقعد والناس انا اقصد انه اقصد في معسكرات يعني طويله، ايام طويله، تدريبات وتحفيز. هو كده كل المباريات اللي هنلعبها مع منتخب مصر انت هتستلم الفرقه 3 4 ايام قبل كل ماتش. هل يستطيع الكابتن ايهاب جلال في 3 4 ايام يعمل شغل اللي انت؟ لا طبعا ما يلحقش. وفي نفس الوقت طبعا ان ما هو برضه طب هيلعب بطريقه ايه؟ هو الراجل ليه فكر معين وطريقه يعني طريقه لعب معينه. ما هو اتظلم ان هو ما خدش وقت، فانت ما تحكمش على مدرب هو لما لحقش اصلا. اذا ما انت بتتكلم 3 4 ايام والناس عايزينه، ما هو مش هيقدر يطبق فكره لما ياخد فعلا معسكرات طويله. انا وجهه نظري خلاص اصبر عليه فتره، بعد كده تعالى قيمه. انما ما قيموش من هو لسه ما عملش حاجه. هو هيلعب بفكر غيره، ما ده مش منطقي. طيب انا بقى عايز اخدك لنقطه وهي دي اللي كنت عايز ابدا بيها، بس الكابتن ايهاب جلال واللي بيحصل خدنا ليه دلوقتي، وانت كنت من الاسماء الكبيره جدا اللي طلعت من قطاع الناشئين ومن الاسماء اللي نورت في شباب كوره في مصر، ليه دلوقتي مبقاش عندنا قطاع ناشئين بيطلع اسماء ومواهب ونجوم وناس منورين؟ ايه اللي حصل؟ ايه الشيفت اللي حصل ده من اخر جيلكم تقريبا؟ والله كويس ان انت يعني والله النقطه دي يعني قبل ما اجي انا كنت عايز اتكلم فيها. هايل. والله اللي هي نقطه مهمه جدا يعني. النقطه دي فعلا هي اساس اللي احنا فيه. انت ليه مش زي اوروبا؟ تمام؟ ليه ما يبقاش في اتحاد الكوره؟ ليه مش تجيب واحد كده؟ مش على فكره مش لازم يكون اجنبي. في مدرب اسمه محمد عبد العظيم، طبعا عظيمه طبعا كل الناس عارفاه طبعا. ده راجل يعني ده مسكني واحنا في الناشئين. فكر وطريقه
واحد في اوروبا بس واحد مصر، ليه ما تستفادش من حاجه كده؟ ليه ما يبقاش مثلا زي ما المانيا لو تفتكر خدت كاس عالم قعدوا قبليها بكام سنه بيخططوا ليه انت ما تبقاش كده وانت عندك يعني الكابتن عظيم عنده الخبرات وعنده الدراسات ان هي تاهله ان هو يعمل حاجه زي دي. فانت عندك الاساس مش موجود، انت اخر يعني زي ما انت بتتكلم اخر جيل جاي اللي هو بتاعنا من بعد ما الكابتن بدر رجب ساب، يعني بتكلم عن النادي الاهلي، من بعد الكابتن بدر رجب ما ساب النادي الاهلي معلش مش ما فيش قطاع ناشئين من وجهه نظري. الراجل يعني كان معانا مدير فرع اللي هو مستر كورفر فخد منه كل حاجه فنقلها للاعيبه الصغيرين، لكن دلوقتي معلش انت بتيجي تتفرج على لعيب لسه طالع ما بيعرفش يباصي، انت متخيل يعني لعيب بيلعب فريق اول الكنترول والباص والحاجات دي اللي هي اساسيات مش موجوده. يبقى انت تيجي انت بقى لما تبقى فيرست تيم ولعيب بتلعب منتخبات مطالب ايه؟ ما انت ما فيش اساس. برافو عليك. فهو الاساس اهم من كل دوت. انت عارف يا كابتن احمد انا في حاجه بتجنني دايما انه اللاعبين دلوقتي معظمهم يعني الف ب الاستلام والتسلم اللعب تحت ضغط انك تعرف تطلع بالكوره تحت الضغط الكلام ده تقريبا مش موجود عند كل اللاعبين عشان ما حدش يقول لي انت مسكت في لاعب ولا تقريبا عند كل اللاعبين حتى اللي احنا بنقول عليهم نجوم واسماء كبير ايه الازمه يعني انت بالاول انت لعيب كوره انا شايف صح ولا غلط والله انا ما اعرفش هتصدقني ولا لا والله انا في تمرين انا بضحك لما يكون لعيب بيلعب فريق اول ومش عارف بيستلم ويباصي كارثه لما يكون لعيب عنده 22 سنه ولا 25 26 سنه الاساس مش موجود والله العظيم ده مش انا ده النقطه دي كنت جاي اتكلم فيها ان هو ده الاساس والله فدي كارثه لازم زي ما بقول لك الانديه الكبيره لازم يكون في ناس متخصصه في المواضيع ده تطلع تاخد دراسات بره تتعلم ازاي تتعامل مع الناشئ ازاي في سن معين اللي هو تبدا تطور فيه حاجات انما انت انا معلش كله بياخد شهاده وبيروح يشتغل محدش بيروح يتعلم ده ريت لما ياخدوا الشهاده من غير ما ياخدوا الشهاده ده في يعني ما في طبعا في ناس كتير انت عارف يا كابتن احمد انت مثلا انت بقى راجل كنت واحد من اولاد النادي الاهلي مش معنى ان انت بكره لو قررت تعتزل فتروح بكره تتدرب فرقه في الناشئين لا طبعا المفروض ادرس واشتغل ما هو ده احنا الناشئين عندنا بيبقى تكريم للمعتزلين ما هو دي المشكله انت عارف لو هتروح تشتغل مع ده تروح تتعلم انا ما عنديش مشكله صح يبقى كده خدت كورس عملي بالظبط انما انا ابطل النهارده تمام واروح امسك من غير ما اعرف ازاي هتعامل مع طفل صغير او ازاي هعمل معاه ايه طب ما هدربه ازاي صح انا لكن انا عن نفسي يعني بعد يعني لما الواحد ربنا يكرمه يبطل انا حاطط بالي نفسي هروح بره اتعلم اشوف ايه الجديد هروح اعمله بالظبط معلش انا في ناس اتمرنت معاهم من 10 سنين كانوا مدربين بعد 10 سنين ما اتمرنت معاهم تاني والله العظيم هي نفس الفكر ونفس نفس طريقه اللعب والله ما مش كلام ما بيتطوروش طب انت الكوره بتتطور في العالم الله ينور انت دلوقتي لما مدرب ما بيتطورش اللعيبه هيتطور ازاي هيبقى واقف مكانه من 10 سنين هيتطور بقى الله ينور عليك هتتطور ازاي فهو برضو يعني عندنا في مصر هنا كوار انت لو هتيجي تطلع من المدربين الموجودين دول والله طلع 3 4 مدربين اللي هم دارسين او اللي هم عندهم فكر اللي هم بيطبقوا حاجه اللي هم بيتعلموا لكن غير كده زي ما احنا بنتكلم هتلاقي كله اللي هو واخد الشهاده بتاعته خلاص ما حدش بيتعلم وما فيش اي حاجه من طبعًا. دي خالص عشان كده تحس ان المدربين بتوعنا كمان ما بقوش يتصدروا بره يعني زمان كان يجي لك بقى يقول لك حسن شحاته ومش عارف مين طالبينه في الدوري اللي مش عارف ايه والدوري مش عارف دلوقتي المدربين ما بيطلعوش لا وكان في يقول لك مدرب طالع يعمل معايشه مش عارف فين المدرب راح يعمل معايشه ما بقاش في الكلام ده فده هو اللي عامل فينا كده لحد دلوقتي بس انت عايز تبدا صح ابدا زي ما انت اتكلمت من الناشئين الاول مدرسه الكوره دي الاساس صح. انت لما تكبر هتلاقي بعدين في اتحاد الكوره انا اجيب مدرب تمام بطريقه لعب اللي هو عايز يلعب بيها الجيل اللي طالع لازم المدرب اللي يبقى ماسك يبقى نفس الفكر صح. طريقه اللعب بتاع المنتخب الاول عشان لما اللعيب يكبر يبقى خلاص يبقى زي ما المانيا عملت نفس النظام بالزبط. كل المنتخبات يلعبوا بنفس السيستم بتاع الفريق الاول صحيح. عشان لما لعيب صغير يدخل يبقى خلاص نفس متطبع بنفس السيستم هو دوت في حاجات كتير ليه بقى ما بقاش عندنا انا عارف ان السؤال ده عام ومطاط جدا وواسع بس ليه دايما ما عندناش محترفين في اوروبا ما هي هنتكلم في واحد او اتنين اللي هم المستوى الكبير والباقي اللي هم القليلين برضو مش في فرق كبيره او مش حتى بيلعبوا بشكل اساسي انا معاك انا عشت يعني الفتره دي وطلعت فتره كده وانا في النادي الاهلي طلعت فتره معايشه في المانيا بس المشكله في الانديه
ان انت لما النادي بتاعك بيجي لك بتاع لا 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 انا بستفاد منه دلوقتي فمش عايزه يطلع او عايز مبلغ معين كبير بالظبط وانت لسه لاعب صغير محدش يعرفك اصلا يعني هم هناك ما يعرفكش ما شافكش كتير بس هم حاسين انت بوتنشال الله ينور ممكن تيجي منك لكن مش هتدفع رقم كبير بالظبط لكن اللي فات صلاح ايه ان هو طلع نادي صغير فمبلغ بالنسبه للمقاولين مبلغ كبير ففت فهي خطوه خطوه ومع بقى تركيزه مع اصراره مع عنده هدف ان هو يحققه لكن الانديه عندنا يعني بيفكر ان الانديه عندنا في مصر بتفكر في الفريق بتاعه ده من حقه على مصلحه اللاعب لكن لو كل زي ما انت بتفكر في مصلحتك وتفكر برضو حته لمصلحه اللاعب هتبقى جالك عروض وقت ما كنت طالع مع النادي كنت طالع منور ومكسر بالزبط. الدنيا فطبيعي جالك عروض بالظبط جالك عروض فوق رحت هوفنهايم في المانيا في المانيا كان وقتها كمان فرقه جامده جدا لا ساعتها انت عارف كان يعني اللي نزلت المعايشه كان معايا فيرمينيو بتاع ليفربول كان معايا بالظبط بابل اللي هو بتاع منتخب هولندا ألابا بتاع ريال مدريد دلوقتي كل دول كان يعني اتمرنت معاهم في الملعب فطبعا كان ليفل مختلف وساعتها هوفنهايم طلب من الاهلي يضمك بس برقم قليل برقم لا برقم لا الاهلي طلب رقم كبير فدخل كمان كان دخل اكتر من وكيل انت عارف في اوروبا ما بيحبوش العك والكلام ده بالظبط فالدنيا وقفت فقال لك لا خلاص بلاها يعني ما تتعبوناش اداره اصلا هاخده عشان لسه هجربه بالظبط يعني ممكن ما استفادش منه بالزبط. فمش صح. محتاج ادفع رقم كبير عشان مش واخد لاعب صف اول يعني بالظبط صح فالكسره بتاعت المحترفين دي ملهاش حل يعني والله. هنفضل عايشين نفس انا تقريبا والله ليها ما هي ليها حل ما هو زي ما احنا الحل بتاعها بقى ان يعني هقول لك ايه ان العقليه بتاعت اللعيبه عندنا هنا في مصر كارثه يعني يعني احنا يعني فانا في الترسانه مثلا او في المقاولين او اي نادي في حاجات معينه كده يعني اساسيات اللعيبه بتستهتر بيها يعني انت بتيجي تجري حوالين الملعب الطبيعي في اي حته في اوروبا لما تشوف بيجروا هتلاقي بيجروا ورا بعض مش عارف ايه في نظام في الملعب مفيش هزار مفيش الهزار في وقت الجد في وقت هنا عندنا في مصر عارف اللعيبه عايز كل حاجه عايز تاكل الساعه 12 بالليل وواحده بالليل عايز تخرج وتعمل مش عارف على حساب فانت عايز اكسل اجري اكسل انزل التدريب التمرين فكل ده كل ده له علاقه ان انت لما تحترف ازاي تعرف تتاقلم ان انت لازم لما ده اللي بكلمك فيه لازم تروح تتعلم المدرب يروح يتعلم بره عشان يعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه يعني انا يعني الحمد لله الواحد وصل له والواحد لعب لحد دلوقتي بيلعب ان انا بقول لك انا اللي هو الكابتن عظيمه وهو معانا في الناشئين ادانا اساسيات ان انت تخاف على اكل عيشك صحتك هي اكل عيشك ما تقعدش تخرج وتلف بالعربيه هيأثر على عضلاتك ما تاكلش كتير حاجات كتير خلت عقليه الواحد مختلفه لحد ما يعني الواحد لما بيجي يتعامل بقول لك مع لعيب مثلا لعيبه لسه طالعه صغيره او لعيبه بتاع الواحد بتبص انت تلاقي بنفسك بتتمرن اكتر من اللعيب اللي هو الصغير فالعقليه لازم تتغير من الاساس من تحت خالص عشان تقدر ان انت تحترف لازم كل حاجه تبدا من صفر من تحت عندنا مباراه في منتهى الاهميه قدام كوريا الجنوبيه اهميتها في الحاله اللي احنا فيها مش هي مباراه وديه في كل الاحوال بس اهميتها ان احنا نظهر بشكل كويس عشان الحاله اللي احنا فيها لو انت مكان لعيب منتخب مصر دلوقتي وانت مش عارف مصير اصلا مدربك اللي بيدربك مش عارفه هيكمل ولا مش هيكمل تقول لهم ايه انا اقول لهم الله يكون في عونكم يعني لما طبعا اللي يحصل ده زي ما بقول لك ان انت مدرب لسه ماسك ويجي اصل احنا يعني تعبير خان طبعا استاذ جمال علام طبعا ان انا اقول عشان ما فيش دولارات والكلام ده كله فطبعا ده كله هيأثر على اللعيبه يعني الله يكون في عونهم ان انت دلوقتي تخيل انت عندك ماتش والمدير الفني انت ممكن ترجع يقول لك ده خلاص اقلوه او صحيح أو فانت كلاعيبه هتلعب ازاي صحيح. ده انت لما بتسمع بس ان في مشكله ماديه وبتاع انت الدنيا بتقوم ما بتقعدش فتخيل انت حاجه زي دي منتخب مصر يعني كل حاجه متشافه وكل حاجه معروفه فحاجه صعبه ربنا يكرمنا ان شاء الله كابتن احمد الله. شرفتني ونورتني حقيقي سعدت جدا بتواجدك معايا النهارده وكلامك ما شاء الله يعني كلام رائع جدا كل التوفيق ليك ان شاء الله الله يخليك شكرا لك مبسوط اني كنت معاك الله يخليك حبيبي اشكرك شكرا جزيلا ده كان لقائنا مع النجم الكبير كابتن احمد شكري دي نهاية حلقتنا أيضا من رقم 10 النهاردة يا رب تكونوا استمتعتوا معانا واشوفكم يا رب على ألف خير.